بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه. النهارده في الجزء الثاني هيكون ضيفي وضيف حضراتكم كابتن محمد عامر نجم النادي الاهلي. عندنا تفاصيل كتير هنتكلم فيها اكيد في بطوله الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا. انما الخبر الاهم، الخبر اللي قلب كل الامور راسا على عقب واللي خلى شارع الكروي والشارع الرياضي والشارع الزملكاوي كله في حالة دهشة تصل إلى حد الصدمة، وهي كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى فيما يتعلق بجزئية رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك في هذا التوقيت تحديدا، وهو توقيت من التوقيتات إنجاز التعبير توقيت قاتل. نادي الزمالك يشارك في الدوري المصري وبلا أي مقدمات، وبلا أي مقدمات حقيقية تذكر، كارتيرون رحل عن نادي الزمالك في مفاجأة من العيار الثقيل. وليه بقول لحضراتكم انه مفيش اي مقدمات؟ لانه حتى اللعيبة اللي موجودة جوه نادي الزمالك مستغربة ومندهشة، لان ما كانش فيه بالنسبة لهم اي مؤشرات انه الراجل حتى يديهم اي انطباع عن رحيله. كان مبيت النية ومجهز كل حاجة بما فيها رحيله اصلا، بما فيها حتى كمان الطيارة اللي هياخدها ومسافر بيها. هحكي لكم التفاصيل والكواليس بالكامل، مفيش تفصيلة، مفيش كلوسة، مفيش حتة ولو صغيرة هتفوتك معانا في جمهور الثالثة متعلقة بهذا الخبر الصادم جدا جدا بالنسبة لجماهير نادي الزمالك، الغريب والمفاجئ بالنسبة لجماهير كرة القدم المصرية. راجل محقق بطولتين مع الفرقة، واصل معاهم إلى سيمي فاينال دوري أبطال أفريقيا. الأمور بالنسبة لنا ما حصلش وشفناه طالع في وقت من الأوقات تحت أي بند من البنود يعني يشاور أو يشي بأنه هو ماشي من الفرقة فجأة وبدون مقدمات. إيه اللي حصل؟ تعالوا نقول لحضراتكم دلوقتي حالا إيه اللي حصل. باتريس كارتيرون أرسل رسالة عبر الواتساب إلى أمير مرتضى الساعة 2 فجرا، قال له فيها أنا همشي وحسدد الشرط الجزائي. كان الأمر مستغربا جدا جدا من أمير اللي قال له ليه الطلب ده؟ كارتيرون قال له ده قرار نهائي. أمير مرتضى تحدث مع يحيى علي وكيل كارتيرون ورفض يحيى تصرف كارتيرون. يحيى علي هو وكيل كارتيرون واللي كان متفاجئ أيضا كمان من قرار كارتيرون، واتصل على الفور بالمدير الفني اللي واتكلم معاه وقال له ما ينفعش تسيب الفريق في مباريات مهمة خاصة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وحصل جلسة ما بين أمير مرتضى ويحيى علي وجلسة مع كارتيرون في الساعات الأولى من صباح اليوم لإقناعه بالعدول عن قراره بفسخ التعاقد والرحيل. كارتيرون أكد للمرة الثانية لأمير مرتضى ويحيى علي بعد الجلسة أنا خلاص همشي وهدفع الشرط الجزائي. الشرط الجزائي اللي هو قيمته كام؟ $250,000. $250,000. راتب كارتيرون كام في الشهر؟ $95,000. تواصل على الفور أمير مرتضى مع رئيس نادي الزمالك وأخطره بما حدث، وطلب رئيس نادي الزمالك من أمير إحضار كارتيرون إلى مكتبه في مقر النادي. خلاص إحنا كده بقينا النهاردة الثلاث، والوقائع بقى خلاص من الفجر تحولنا بقينا في اليوم أو في بمعنى أصح كده في عصر اليوم اللي إحنا بنتكلم فيه. مرتضى منصور رئيس الزمالك دعا مجلس إدارة النادي لاجتماع طارئ في مكتبه عصر اليوم، وبدأ اجتماعه بأعضاء مجلس الإدارة وشرح لهم اللي دار فيما سبق ذكره. استدعى رئيس الزمالك كارتيرون في وجود مجلس الإدارة وأعرب له عن تفاجؤه وباقي المجلس من طلبه في الوقت الحالي، وعرض على كارتيرون عرضين. العرض الأول واداله مهلة لمدة ساعة، قال له تفكر في اللي هقوله لك. قال له إنك تستمر لمدة شهر ثم ترحل دون دفع قيمة الشرط الجزائي اللي هو $250,000 حتى يستكمل مع الفريق دوري أبطال إفريقيا. ده العرض الأول. العرض الثاني أن يفصح كارتيرون عن قيمة العرض اللي بيرحل من أجله، وسيقوم النادي بزيادة راتبه البالغ $95,000 إلى نفس قيمة العرض الجديد. رد كارتيرون أنه لن يستطيع الاستمرار بعد الساعة اللي أخدها ويرغب في السفر لأسرته، وأكد لرئيس النادي أن الأمر ورئيس النادي وقتها أكد له قال له أن الأمر مش أسري وأنا مش مقتنع بكده، وانت لازم تفكر علشان تجيلي بالرد النهائي. توجه كارتيرون لغرفة الملابس في تمام الساعة 4 عصرا، ووجد أمير عبد العزيز المدرب العام أخطره بالقرار اللي تفاجأ به المدرب العام وحاول إقناعه عن القرار ولكنه فشل. عاد مرة أخرى كارتيرون إلى مجلس أو إلى مكتب رئيس النادي ولم يقابل اللاعبين، وأخطره بالقرار النهائي بالرحيل
وأنهى جلسته مع رئيس الزمالك في غضون 3 دقايق، وكان مجهز قيمة الشرط الجزائي اللي هي 250 ألف دولار. مرتضى منصور توجه برفقة مجلس الإدارة لملعب التدريب اللي كان بيقود التدريبات وقتها أمير عبد العزيز، وتحدث اللاعبين قائلا لهم أنتم أهم شيء داخل نادي الزمالك وعليكم استكمال المشوار، وقال أنه حاول إثناء كارتيرون عن الرحيل ولكنه رفض لأنه لديه عرض آخر. مجلس إدارة الزمالك أخطر اللاعبين بأن هناك جهاز مؤقت يتكون من طارق يحيى مدير فني ومدحت عبد الهادي مدرب عام، وبيعاونوا كل من أيمن وأمير عبد العزيز مع استمرار عمرو عبد السلام مدرب الحراس لحين التعاقد مع مدير فني جديد. كارتيرون كان جاي ازاي؟ كارتيرون كان جاي وهو مجهز نفسه انه القرار قرار نهائي وانه لن يخوض التدريبات، يعني النهارده كان عنده تدريب، كان جاي وهو مجهز نفسه انه يرحل مباشره بعد الجلسه وانه لن يخوض التدريبات، حتى لما طلب من كارتيرون انه يقعد مع اللعيبه يودعهم ويشكرهم قال لهم لا انا مستعجل لاني عندي طياره. عايز اقول لكم انه في اللحظات اللي بتكلم فيها مع حضراتكم يكاد يكون كارتيرون هيبقى في المطار، واخذ على يعني على ما يبدو انه كان كل السيناريو ده متجهز، مجهز نفسه، كان هادي جدا جدا بحسب شهود العيان اللي كانوا موجودين، كان هادي جدا جدا، كان واضح انه واخد قرار، عارف هو عايز ايه. لما اتكلم معاهم في اكتر من مره قال انا ما باخدش فلوسي بقالي شهر او شهرين، وانا عايز عندي رغبه حقيقيه في الرحيل، وقال من ضمن مبرراته انه مش يعني بعيد عن اسرته قديله فتره، وقال انه ضغط المباريات اثر عليه وانه الامور بالنسبه له مش احسن حاجه، ولما اتضغط عليه اكتر كان الراجل بيقول انه عنده عروض بارقام كبيره وبالتالي هيدفع قيمه الشرط الجزائي، وفوجئ نادي الزمالك انه الراجل مجهز 250 الف دولار. هنا هيبقى في علامات استفهام كتير قوي، هل 250 الف دولار هو رقم كافي للحفاظ على مدير فني جدد له نادي الزمالك منذ فتره قريبه بل وقريبه جدا، وهو هذا الرجل الذي نجح مع نادي الزمالك في احضار بطولتين في وقت قياسي، بطوله السوبر المحلي والسوبر الافريقي بالاضافه الى صعود نادي الزمالك معاه الى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، هل هو الرقم ده كان رقم كافي للحفاظ على كارتيرون 250 الف دولار؟ النهارده الراجل 250 الف دولار هتحولهم تقريبا هيبقوا 4 مليون، ايه 4 مليون بالنسبه للراجل بحجم كارتيرون مع النجاحات اللي محققها مع نادي الزمالك اذا نادي تاني حاطط عينه عليه. السؤال هل كان الرقم ده هو الرقم المناسب ان هو يتحط فيه كشرط جزائي بالنسبه لكارتيرون، ولا كان من المفترض يكون اكبر من كده شويه للحفاظ على الراجل او علشان يفكر بدل المره مليون مره انه يرحل عن نادي الزمالك؟ واحد هيرد هيقول لك لا هو رقم مناسب لانه الزمالك ممكن يكون هو اللي عنده الرغبه انه يفسخ عقده مع الراجل، وانه وارد في وقت من الاوقات فما يتحملش قيمه شرط جزائي كبير على اعتبار انه الزمالك ممكن يكون بيتعامل بالجزئيه دي. واحد تاني يقول لك لا كان من المفترض أن يكون الشرط الجزائي شرط جزائي كبير للحفاظ على كارتيرون لأنه اداني أمارة وفاز ببطولتين ومشي في دوري أبطال إفريقيا بشكل مميز جدا جدا، فالمفروض وأنا بجدد له من وقت قريب كنت أحط له رقم كبير في الشرط الجزائي علشان أحافظ بيه على الراجل. كلها تساؤلات في موضعها. جزئية مهمة جدا، كارتيرون كان مجهز كل حاجة ولم يكن لدى اي شخص لا في الجهاز الفني ولا في الجهاز المعاون ولا حتى كمان المترجم ولا حتى كمان اقرب الاقربين ليه كان عارف ان هو هياخد الخطوه دي، الخطوه اللي واضح ان هي مترتبه كويس جدا جدا ومتجهزه كويس جدا جدا. وزي ما بقول لكم هو كان هادي حتى في تعامله مع رئيس نادي الزمالك، لان رئيس نادي الزمالك انفعل وانفعل بشده لما كارتيرون كان بيتكلم معاه في الجلسه اللي هي بعيده عن الجلسه اللي سجلت اللي هي كانت فيديو، لانه رئيس الزمالك انفعل بشده من قرار الراجل بانه هيرحل وانه مجهز قيمه الشرط الجزائي وانه ما فيش اي محاولات مع الراجل نفعت. طب هنرفع لك المرتب، طب قول لنا جاي لك ايه، طب كلام عن كذا. انما السؤال اللي بيطرح نفسه ايه هي الوجهه بتاعه كارتيرون؟ ايه هو المكان اللي يخلي كارتيرون يدفع 250 الف دولار توتو على كبوته في وقته ويقوم مطلع قيمه الشرط الجزائي وهو مجهز نفسه، ولما طلب منه انه يروح يسلم على اللعيبه ويودعهم قال لهم لا انا مستعجل عشان عندي طياره، ايه اللي يخلي الراجل يعمل ده الا اذا كان العرض اللي جاي له هو عرض مادي ضخم؟ السيناريوهات او الاسئله كتير جدا جدا، هل العرض زي ما بيقال هو جاي من نادي من الانديه السعوديه اللي عندها القدره والكفاءه ان هي تدفع؟ هل هو جاي من الامارات؟ هل هو جاي من الصين؟
كل دي الامكانيات اللي ممكن تدفع بارقام كبيره لكارتيرون بالشكل اللي يخليه مجهز نفسه وبيدفع ده. عايز اقول لك نقطه مهمه، انه مفيش ولا لاعب في نادي الزمالك الا ومستاء، بل ومستاء جدا من كارتيرون. لعيبه متضايقه، متضايقه لانه الموقف اللي عمله كارتيرون موقف سيء جدا جدا، تقدر تقول عليه بالبلدي كده، احنا نقول عليها كده ايه، نداله يعني. الفرقه محتاجه المدير الفني، والفرقه داخله على معتركات كبيره. الناس بتسال، اللعيبه بتسال، قال لها وانت كنت مجهز السيناريو؟ طب افرض دوري الابطال كان هيتلعب في الميعاد بتاعه، مش هيتلعب في اكتوبر، كان هيتلعب في سبتمبر زي ما كان مجهز له 24، طب كان ايه اللي هيحصل؟ كان هيبقى قرارك ايه؟ هل فعلا كنت هتسيب الفرقه؟ هل فعلا كنت هتسيبنا؟ هل فعلا كنت هتمشي؟ ده كلام الناس، ده كلام اللعيبه ما بينه وبين نفسهم. وبالتالي الامور فيها علامات استفهام كتير جدا جدا. وليه الراجل ياخد القرار ده؟ وهل فعلا الرقم او العرض، وهو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه، الرقم المقابل المادي كان كبير قوي للدرجه دي اللي استدعى الراجل ان هو يمشي؟ هو قاعد يقول ظروف اسريه وانا بعيد عن اسرتي وكذا وكذا وكذا، حتى الناس في نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك ما اقتنعش، قال له لا اسرتك ايه وضغط ضغط المباريات ماشي، واه اللجنه الخماسيه ضغطت، واه كذا كذا كذا، واه ممكن يكون لهم يد في ان هم يكونوا السبب في ده. انا بقول لك الكلام اللي اتقال له، انا بقول لك الكلام اللي اتقال له، اه ممكن يبقى بضغط المباراه اثر، بس مش هو ده. انت جالك عرض، فقول لي العرض جالك من فين. فقعد يمين شمال يمين شمال، ما رضاش يقول العرض من فين. انما اغلب الظن هي مش هتخرج بره الدايره اللي احنا بنتكلم فيها دي. في الوقت اللي بكلمكم فيه كارتيرون من المفترض ان هو هيكون، او من المفترض انه في مطار القاهره غالبا علشان الوجهه الجديده دي. التفاصيل كلها بتاعه كارتيرون، تفاصيل عايز اقول لكم انه في الجزئيه كمان بتاع استقبال لاعيبه نادي الزمالك ليه الامر ده، مستائين جدا جدا، مستائين كمان ان هم عرفوا ان الراجل قال لهم، اتقال له روح اقعد مع اللعيبه ودعهم، وهو ما عملش ده. طيب ايه اللي حصل نادي الزمالك علشان الامر ده امر مفاجئ وصادم بالنسبه لجماهيره وبالنسبه للاعبيه؟ كان القرار من رئيس نادي الزمالك انه طيب هنعمل ايه، لازم يبقى فيه فيديو شارح للناس، يشرح للناس. فعمل فيديو اتكلم فيه في نقاط ليه علاقه بطب هو مشي ليه، وايه العروض اللي كانت جايه له، والكلام اللي شبه كده، وكمان له علاقه بانه كارتيرون هيتكلم فيه كلمه مقتضبه، هيشكر فيها كلمه مقتضبه يشكر فيها جماهير الزمالك واداره الزمالك، وهيتكلم فيه انه ما كانش عنده اي مشاكل خالص على الاطلاق مع الاداره او حتى كمان مع اللاعبين، وبالتالي كان الرحيل قرار صادم جدا بكل ما تحمله الكلمه من معنى. توقيت صعب جدا جدا على جماهير الزمالك، صعب جدا على لعيبه نادي الزمالك. الزمالك بيفكر ازاي في الفتره اللي جايه؟ بيفكر في مدير فني اجنبي خلال هذا الشهر، سيتم تكوين لجنه. انا بقول لك كل التفاصيل اللي انت عايز تدور عليها في اي مكان هتلاقيني بقولها لك هنا. الزمالك بيدور على الزمالك بيعمل لجنه ثلاثيه، هذه اللجنه مهمتها الاساسيه ان هي تبحث مساله التعاقد مع مدير فني اجنبي جديد من بعد تولي الكابتن طارق يحيى المهمه بشكل مؤقت، ومعاه مجموعه العمل المصريه، سواء امير عبد العزيز المدرب العام اللي كان موجود، سواء الكابتن مدحت عبد الهادي اللي بقى موجود مع الكابتن طارق يحيى، في ظل اضافه عنصر جديد ايضا هو الكابتن ايمن عبد العزيز، مع الحفاظ على عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى نادي الزمالك لكي يكون متواجدا مع الفريق. دي القصه كلها بتاعه كارتيرون من طقطق لسلام عليكم من اول لما حصلت لحد اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها، وهيبقى تباعا عندي خلال الحلقه كمان تفاصيل كتيره جدا جدا. ده موضوع كارتيرون اللي لما تسالني اقول لك انه يشكل ازمه كبيره جدا جدا جدا، والراجل واضح انه كان مبايت النيه، واضح انه كان مجهز نفسه، لانه تذاكر الطيران محجوزه، السيناريو متجهز، كل حاجه متجهزه. الشرط الجزائي اللي هو ما هوش 25 قرش يعني في النهايه، ده 250 الف دولار، كان متجهز، كل حاجه كانت متجهزه، وبالتالي الاتفاق مع الراجل، او بمعنى اصح محاوله اقناع الراجل باي حاجه كانت مرفوضه، كانت مرفوضه، ما بين انه قال ظروف اسريه، ما بين انه قال انا ما خدتش مرتبي بقالي شهر او شهرين، ما بين انه قال ضغوط المباريات، ما بين
هذه الأمور كان بيتكلم كارتيرون مع نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك، وما كانش واضح ده على فكرة. امبارح كان في مؤتمر صحفي، والراجل أو أول امبارح كان في مؤتمر صحفي، كان من الممكن بعد مباراة الإنتاج الحربي خلاص يعلن ده ويقول ده. كان ممكن في مليون طريقة ومليون شكل يخلص بيه القصة، لكن زي ما بقول لحضراتكم واضح إن السيناريو ده متجهز له أديله فترة. لعيبة نادي الزمالك من المفترض انه بكره ان شاء الله باذن الله كابتن طارق يحيى هبقى موجود في التدريبات معاهم هو والجهاز بالكامل. ماذا قدم باتريس كارتيرون خلال فتره تواجده مع نادي الزمالك بالكامل؟ خلينا نقول لكم في هذه المعلومات تظهر قدام حضراتكم على الشاشه. باتريس كارتيرون 50 سنه، فرنسي الجنسيه، بدا مسيرته مع الزمالك في 3 ديسمبر 2019. اجمالا عدد مبارياته في جميع البطولات 31 مباراة، فاز في 19، تعادل في 9، هزم في 3، وله من الأهداف 49 وعليه من الأهداف 22. نسبة فوز الزمالك مع كارتيرون 61.2%. كارتيرون مع الزمالك في الدوري خاض من اللقاءات 21 لقاء، فاز في 13 وتعادل في 6 وهزم في 2، له من الأهداف 31 وعليه من الأهداف 14، ده في خلال مشاركاته في بطولة الدوري. كارتيرون في دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك خاض 7 لقاءات، فاز في 3 وتعادل في 3 وهزم في 1، وله من الأهداف 8 وعليه من الأهداف 3. نسبة فوز الزمالك مع كارتيرون في دوري الأبطال كانت 42%. بطولات كارتيرون مع الزمالك: السوبر المحلي 2020، فاز على الأهلي بركلات الترجيح من نقطة الجزاء 4-3، فاز بالسوبر الافريقي لما تغلب على الترجي التونسي بثلاث اهداف مقابل هدف. ده كده بالنسبه لباتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك. الفتره هتبقى صعبه على فرقه نادي الزمالك، الفتره هتبقى صعبه على جماهير نادي الزمالك. تخيلات الناس عن كارتيرون وما رسم للزمالك من طموحات وامال على كتف هذا الرجل كان كبيرا، طموحات كانت كبيرة ولم يكن أحد يتخيل. يعني الناس دايما كانت بتتخيل أنه لو حد هيمشي كان هيبقى فايلر مش هيبقى كارتيرون، لأنه الكلام كان بيبقى أكتر على مين؟ على أنه فايلر احتمالات رحيله عن النادي الأهلي كتير جدا. الكلام مرة بيراميدز، مرة معرفش فين، لا مش هيرجع من سويسرا، لا مش هيعمل معرفش كذا، لا. فتخيلات الناس أنه اللي ممكن يرحل، أنا بتكلمك على الرأي العام بتاع الشارع الرياضي، أتخيل كده أنه اللي ممكن يرحل فايلر من النادي الأهلي، لكن فكرة أنك تفاجأ أنه اللي رحل هو كارتيرون عن نادي الزمالك هي مفاجأة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأنه ما كانش فيه أي مؤشرات، ما كانش مثلا فيه كلام أنه كارتيرون جاي له عرض من هنا، ما كانش فيه كلام أنه كارتيرون جاي له كلام من هنا، واضح أن الراجل كان مخبي كل حاجة ونايم على كل حاجة ورائد على كل حاجة، سهن سهن يعني مفيش، ما تحسش، ما طلعش، ما اداش كلمه، ما اداش تصريح في موقع، ما صربش خبر، ما قالش حاجه، لا دايم نومه تمام يعني، ومجهز نفسه على العروض. على كل ان هو نفس التعبير المستخدم دائما وابدا في كل شيء وتحت اي بند وتحت اي مسمى، مفيش نادي في الدنيا لا بيقف على مدرب ولا بيقف على لاعب، ولو بيقف على مدرب كان واقف على مدربين كتير جدا جدا، ولو بيقف على لعيبه كان واقف على لعيبه كتير جدا جدا. دي القاعده العامه دايما اللي بتجمع كل الفرق في حال الظروف المشابهه للظروف اللي احنا بنتكلم فيها ديت مع حضراتكم. نروح بقى، والملف طبعا مفتوح خلال الحلقه. نروح للرجاء المغربي، والرجاء في تفاصيل كتير جدا جدا نحب نسمعها، لاني معايا على التليفون سيد سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك ومساء الفل. اهلا وسهلا اخي ابراهيم ومرحبا بك في كازابلانكا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. خلينا الاول نطمن بس على اخواتنا في المغرب بشكل عام، اخبار التفاصيل اللي ليها علاقه بالاصابات بفيروس كورونا، بتكلم على البلد كلها بشكل عام. يا رب دايما يا رب في افضل صحه وافضل حال. الحمد لله، فالبلد ديالنا بلد امن، بلد في ازدهار، بلد في نمو، يا رب دايما تحت القياده الفعليه لصاحب الجلاله. يا رب دايما. أسأل حضرتك بقى، ما هو موقف الرسمي للرجاء المغربي من تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا؟ فعلا فهذا الكلام
فموقف فريق الرجاء الرياضي هو واضح وضوحي. اولا انت كيف تعرف فريق الرجاء الرياضي هو فريق مرجعي في المغرب، فريق له اناس محترمين، فريق يحترم المؤسسات، وهذه بدون لغه خشب الاخ ابراهيم. فقرار لجنه الطوارئ والكونفدراليه بالنسبه للمدير للكونفدراليه الافريقيه كان مبني على المعطيات التي عرفهم جميعا. هذا الفاعل الاول. الشق الثاني فكانت تصويت على ما اعلم من اصل 8 فرق تنضم 7 أو 6 أو 7 فرق في الاغلبيه الساحقه صوتت لتاجيل البطوله الى اكتوبر اي شهر من بعد. وفريق الرجاء الرياضي بطبيعه الحال بالنسبه لي اللي يحترم الديمقراطيه اللي كانتها الكونفدراسيون في اعاده برمجه البطوله الى شهر اكتوبر واحترام المؤسسات. وهذا الشيء يا اخي كره القدم المسائل تمشي بسرعه فائقه. حقيقه شهر سبتمبر ما هيش دقيقه حقيقه شهر اكتوبر، والخير فيما اختاره الله. انا متاكد منه ان المقابله اللي غتجمع فريق القرن في المغرب رجاء الرياضي البيضاوي المغربي وفريق المرجعي فريق الزمالك غتكون مقابله حارقه ومقابله مهمه، ومقابله غتكون سواء في كازابلانكا او في وسط العرب غيستمتع بها الجمهور العربي والافريقي والمصري والمغربي. انا اكد من هذا سواء في شهر سبتمبر او شهر اكتوبر. صحيح. طيب خليني اسالك، ما هو انطباعك عن الخبر اليوم المتعلق برحيل باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك في هذا التوقيت قبل المباراه الهامه التي تجمع ما بين الزمالك والرجاء المغربي؟ فانا عاوتاني نقول لك بدون لغه خشب، فانا قلت لك في المقدمه ديالي فعالم كره القدم يمشي بسرعه فائقه. صحيح. وحقيقه شهر ما تكونش حقيقه اليوم، ما تكونش حقيقه يوم 13 او 18 اكتوبر الى اخره. فهذا تبقى قرار داخلي ديال فريق الزمالك، وفريق الرجاء الرياضي ما عنده اي تعليق رسمي على هذا القرار اللي خداه باتريس كارتيرون او خداه الزمالك. فاللي غادي نتمناو الحظ السعيد للجميع، وتنظن ان فريق الزمالك ما توقفش على كارتيرون وكارتيرون ما توقفش على الزمالك. فكارتيرون كان في الرجاء هذه مده سنه، الان في الزمالك، الان عنده مطار اخر. وفريق الزمالك فريق قديم وقديم ومرجعي، دازوا فيه مدربين كبار ولاعبين كبار، ويبقى دائما فريق كبير. طيب خليني اسال حضرتك بقى في جزئيه لها علاقه ببدر بنون. عديد من المواقع المغربيه، وبالامس كان معي على التليفون صحفي بموقع البطوله المغربي السيد انور شفير، وتحدث معي عن بدر بنون، واكد ما تؤكده المواقع المغربيه عن ان بدر بنون وقع لصالح النادي الاهلي المصري وسينضم الى الفريق مع الموسم المقبل. فاحب اعرف من حضرتك صحه الامر من عدمه، وانت المتحدث الرسمي اسم نادي الرجاء المغربي. فأنا كمتحدث رسمي فأنا أقول لك بكل وضوح، هل هناك صورة لبدر بنون ملتقطة مع فريق الأهلي؟ هل هناك بلاغ رسمي لفريق الرجاء الرياضي يعلن فيه أن بدر بنون التحق بفريق الأهلي؟ فالأجوبة لا. فما كاينش بدر بنون لم يأخذ صورة بقميص الأهلي. بدر بنون مع فريق موقع رسمي لم يعني على اي شيء. بدر بنون الان، وهذا ميساج اللي تنقله بالفرنسيه، الجميع الجمهور الرجاوي، فريق الرجاء الرياضي مركز تركيز مهم على الادوار الاخيره من البطوله المغربيه. فاحنا تفصلنا 7 مقابلات على النهائي. الان فريق الرجاء الرياضي متصدر للدوري المغربي. فريق الرجاء الرياضي كان في المربع الذهبي سواء في البطوله الافريقيه او في كاس العرب. صحيح. بدر بنون فريق الرجاء الرياضي، جميع مكونات فريق الرجاء الرياضي مركزه على هذه 3 اهداف، وفي اخر سنه ان شاء الله يكون لحديث المقال. طيب ده شيء عظيم، يبقى برضه حضرتك بتتكلم على مدى التركيز اللي موجود في نادي الرجاء، ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه، هل هناك مفاوضات بالفعل تمت بين الاهلي المصري وبين الرجاء من اجل بدر بنون؟ خلينا نسال السؤال بشكل تاني مختلف، ممكن فعلا ما يكونش اللعيب له صوره، ولكن من الممكن ان تكون هناك مفاوضات رسميه. فاستاذ انا في بصفتي متحدث باسم فريق الرجاء الرياضي، وما بغيتش نكون ثقيل على الاذان ديال الاخوان في مصر وانتم الصحافه. فانا في موقعي كسعيد وهبي متحدث باسم فريق الرجاء الرياضي
ما يمكن ان نتحدث عليه هو المسائل الرسميه. فريق رجاء الرياضي له خلايا، له خلايا تتكلف بجميع المسائل، سواء الخلايا المكلفه بريكروتمنت، سواء الخلايا المكلفه بالتسويق او الاعلاميات، وكل خليه تتعدم في المجال ديالها، وملي تيكون الملف جاهز تيعطيو الميساج الناطق الرسمي باش يعطي الراي، باش يعطي الجمهور ويعلن على الجمهور النتائج ديال الخلايا. اذا كما تنقول لك صدقني بكل صدق، بكل صدق، احنا سواء بدر دانيل او احنا كنا فريق رجاء الرياضي، فهدفنا الوحيد الان هو احراز البطوله المغربيه، ولما لا ان شاء الله نفوزوا بالكؤوس الثانيه، وبهذا المثال غيكون فريق رجاء الرياضي كما كنقولوا بالفرنسي ديال البرون فلام. صحيح. هل بامكاني ان احصل على تصريح رسمي من حضرتك فيما يتعلق بحميد احداد في ظل اخبار ايضا تخرج من المغرب عن ان الرجاء في هذه اللحظه يدرس عده امور قانونيه في مشاركه اللاعب من عدمه في مباراه الزمالك؟ هل من الممكن ان احصل على تصريح رسمي بهذا الشان ام ان لديك بعض التحفظات في هذا الامر؟ تفضل يا فندم. استاذ، ليس لي تصريح رسمي، لان اي قرار مش رسمي، ليس لي اي حاجه أنا كنخبيها سواء على الجمهور المصري أو الجمهور المغربي. ماذا أريد أن أقوله؟ فعلاقة فريق رجاء الرياضي بفريق الزمالك، وعكس ما تتوقعه وسائل الإعلام سواء في العالم العربي، هي علاقة وطيدة تاريخيا وحاليا. علاقة فريق رجاء الرياضي لم تبتدئ ولم تنتهي عند قضية حميد حداد. حميد حداد هو لاعب فريق الزمالك. حميد احداد هو لاعب فريق معار لفريق رجاء الرياضي حتى نهايه الموسم الكره. وتظن ان فريق رجاء الرياضي العلاقه اللي عنده الوطيده مع الزمالك ومع الفرق المصريه والجزائريه والتونسيه، اي في المغرب العربي وفي شمال افريقيا، هي علاقه وطيده، وما يمكن الا هذه العلاقه تكون منبر باش ان شاء الله نلقاو حل لجميع المشاكل اذا كانت هناك مشاكل. عظيم. طيب اخر حاجه بقى، كيف يتعامل الرجاء مع بعض اخر حاجه، ما تقلقش اهو، اخر حاجه اهو. طيب كيف يتعامل الرجاء فيما يتعلق باخبار عن حكام مباراته مع الزمالك؟ يعني انتشر خبر عن ان تسيما سيكون هو حكم هذا اللقاء، كيف ترى من وجهه نظرك هذه الاخبار او تعيين هذا الحكم تحديدا؟ أنا بكل صدق، ليس في علمي، بيتعلمني الآن، ليس بعلمي. ففريق رجاء الرياضي، أنا بكل مسؤولية، احنا عندنا الثقة الكاملة في الكونفدرالية الإفريقية. أيوه. فتنظن أن الكونفدرالية الإفريقية عندها حكام ممتازين ومرموقين أفارقة. فريق رجاء الرياضي لحد الساعة ما عندنا حتى شي قرار رسمي على تعيين الحكم. سيد سعيد دوابي، انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، وبشكرك على سعه صدرك، وبشكر حضرتك كمان على ما حصلنا عليه من اجابات في ضوء المنصب الرسمي اللي حضرتك بتتكلم فيه. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. سيد سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم الرجاء المغربي، قبل مواجهه منتظره بين الزمالك والرجاء. طيب فيما يتعلق ببدر بنون، كان الرجل محددا في جزئيه لا علاقه، هل بدر بنون صور بقميص النادي الاهلي؟ لا، فعلا اللي بيقوله صح، لم يصور بقميص النادي الاهلي ولم يصور باي توقيع، ولكن هذا لا يغلق على الاطلاق لا باب الاجتهاد اللي فتحه معانا امبارح السيد انور شفير عن توقيع الرجل لصالح النادي الاهلي، لانه طبيعي انه عقد الرجل مستمر مع الرجاء حتى نهايه الموسم، وهو ملتزم مع الرجاء، وهو مش موجود هنا في القاهره بكل تاكيد، وهو متواجد في المغرب، ولو هيبقى في اي توقيع اكيد الرجل مش هيتصور في التوقيت ده، لانه هيبقى في ضرر بالغ لفرقته في التوقيت ده، ومش هيبقى مفيد بالنسبه للنادي الاهلي في هذا التوقيت على الاطلاق، في الوقت اللي يتم الاعلان فيه بشكل رسمي مع نهايه الموسم. وبقى اذا هذه التصريحات لا تغلق باب الاجتهاد على الاطلاق في هذه الجزئيه. الراجل قال مع نهايه الموسم يكون لكل حادث حديث، فاتخيل انه مساله بدر بنون قد تكون منتهيه بحسب ما اكد لنا امبارح الصحفي انور شفير. على كل نتعامل في كل المصادر ونحاول قدر المستطاع ان نحصل على كل المعلومات ما في منها ما فيها من اجتهادات، ودي جزئيه مهمه جدا. اغلب الشغل
الصحفي والإعلامي هو له علاقة بكم من الاجتهادات والبحث عن المعلومة والبحث عن التفاصيل. والجزء الآخر اللي بيبقى دايما واقف في الناحية التانية هو الأمور الرسمية. فبنجيب ده وبنجيب ده، وفي النهاية كل ده بيتفرد قدام حضرتك وأنت تختار وأنت تنتقي وأنت تتعامل مع هذا الأمر. طيب أنا معايا نروح للاتحاد المصري لكرة القدم، ومعايا على التليفون دكتور سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. يا دكتور برحب بحضرتك، أهلا وسهلا بيك ومساء الفل. مساء الفل عليك وعلى كل ضيوفك، وإن شاء الله بإذن الله بالتوفيق دايما متابعك على طول. يعني ربنا يخليك يا رب يا دكتور، احنا بنفخر بيك وبنشرف بيك دايما يا دكتور. خليني أسأل حضرتك بقى في البداية كده ما يتعلق بالكرة الشاطئية والكرة النسائية، هذا الملف المتواجد داخل اللجنة الخماسية، كيف تتحركي فيه يا فندم وكيف تتحرك في اللجنة الخماسية في البداية؟ هو الحقيقة هم ثلاث ملفات، شاطئية وصالات ونسائية. أيوة. الحقيقة هو أصعب ملف كان الكرة النسائية، لأن طبعا في ثلاث سنين توقف ما فيش منتخبات، فطبعا تكوين منتخب بسرعه ودخول تصفيات افريقيا كان الموضوع صراع مع الزمن يعني. بس الحمد لله عندنا قوام منتخب تحت ال 20 دلوقتي، كوننا منتخب الاول في بنات محترفات خارج مصر، تواصلنا معاهم ورحبوا جدا وعايزين يعملوا حاجه كويسه لمصر. احنا ان شاء الله الاسبوع القادم هنعلن عن الجهاز الفني للكره النسائيه الجديد، وان شاء الله باذن الله يعني هيكون حاجه مشرفه، ونبتدي نشتغل عليهم لان الفيفا مهتمه جدا بملف الكره النسائيه. وطبعا الرانك بالنسبه للرجال كان اقل لان ما فيش كره نسائيه، ما عندكش منتخبات، احنا بره الرانك خالص. احنا حتى يعني دلوقتي مش مصنفين. فطبعا وايه اللي حصل بقى، ايه اللي حصل عشان نبعد قوي كده؟ ما هو توقف ثلاث سنوات، فانت طلعت بره الرنج. احنا متوقفين بقى لنا ثلاث سنوات تمام، بعد ما دكتوره سحر مش موجوده فما فيش منتخبات، لكن الدوري موجود، والبنات طبعا لما عرفت ان في منتخب بقى عندهم حافز، انضم لينا خمس انديه اول ما ابتدينا نشتغل، ودلوقتي في خمس انديه ثانيين برضو انا بروح لهم. بس يعني رحت مرسى مطروح، عملنا اول نادي في مرسى مطروح يشترك كره نسائيه، نادي بروسيا مصر في العاشر من رمضان. انديه كثيره دلوقتي ابتدت تكلمني، منتخب السويس، الناس كثيره قوي دلوقتي ابتدت تتواصل تقول ازاي نشترك. بس طبعا انا كلي امل ان الاهلي والزمالك يشترك، صحيح هو ده فعلا اللي هيخلي البطوله قويه ويخلي الدوري قوي. الكاف بعت وقال ان احنا هنعمل دوري الانديه، فده حافز للاهلي والزمالك ان هم يشتركوا، واتمنى فعلا القطبين يسمعوني ويهتموا بالكره النسائيه ان شاء الله باذن الله. طيب اسال حضرتك بقى كمان في الملفات اللي انا عارف انه بتبذلوا فيها مجهود كبير جدا، سواء ملف انعقاد الجمعيه العموميه او حتى كمان ملف اللائحه، متى يعني ينتهي او تنتهي اللجنه الخماسيه من هذه الجزئيه تحديدا؟ لا احنا مستنيين النسخه النهائيه من الفيفا، واول ما توصل هنترجمها وهنبعتها للانديه، ونعلن طبعا عن ميعاد الجمعيه العموميه غير عاديه، وبعديها الانتخابات ان شاء الله يكون الدوري خلص. ان شاء الله. طيب موعد الانتخابات هتبقى امتى؟ قبل 30 نوفمبر ولا ايه التفاصيل بالظبط في هذه الجزئيه؟ وحضرتك احنا ماشيين خطوه خطوه، يعني الخطوه الاولى الملف النسخة الأخيرة من الفيفا للائحة تتبعت. أيوه. نترجم، نبعت، نعمل عن جمعية عمومية غير عادية. بعد كده بنحدد ميعاد الانتخابات إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب بسأل بقى حضرتك يا دكتور، مدى رضاكي عن عمل اللجنة الخماسية حتى الآن في كل الملفات بما فيها حتى كمان الملفات اللي ليها علاقة بكرة القدم والدوري وعودة النشاط الرياضي ومسابقات الدوري الممتاز وعمل الفار في مباريات الدوري كلها بالكامل، كيف تقيمي الأمر من وجهة نظر حضرتك؟ طب بص، هو انا يعني شهادتي مجروحه وتقييمي صعب ان انا اقيم اللجنه الخماسيه، لكن انا بقول لحضرتك احنا وقت صعب جدا، الوقت مش مساعدنا ان احنا نخلص كل حاجه، لكن بنجتهد.
ملف الفار لو حضرتك بصيت عليه وحسبت كده الاخطاء اللي فيها تلاقيها اقل بكتير جدا من الاخطاء اللي قبل كده. طول عمر في مشكله مع الحكام، وده مش في مصر بس، في كل الدول، وحضرتك عارف ان ده بيحصل مع كل الدول مع الحكام. وارد طبعا نسبه الخطا، لكن نسبه الخطا قلت جدا، بس احنا عايزين صبر شويه، لان في حاجات فعلا بتبقى خارج عن ارادتنا، لان وضع الكاميرات نفسه لسه مش كل الملاعب مجهزه ليه، برغم ان احنا عملنا تشيك، بس في حاجات فعلا لسه ما اتظبطتش فعلا. زي ايه يا دكتور؟ زي ايه يا دكتور؟ لا، ما انا بقول لحضرتك وضع الكاميرا نفسها بيفرق. وضع الكاميرات اللي بتتحط علشان تخدم التقنيه نفسها. صحيح. طيب حضرتك لمسه جزئيه مهمه من الجزئيات اللي الناس يعني برضو بتتكلم فيها. ايوه طبعا. ونفس العربيه نفسها، يعني في حاجات كثيره في التكنيكال عايزه تتظبط شويه، لكن صدقني انا شايفه ده من وجهه نظري انا سحر، مش أيوة في اي حد. أيوة. احنا عايزين نصبر شويه لغايه لما الدنيا تتظبط. كل حاجه في اولها بيبقى فيها اخطاء، بس انت حضرتك لو قارنتها هتلاقي الاخطاء قلت بكثير يعني، واحنا مقيسنا نفسنا بالدول الاخرى في اخطاء برضو معاهم. لو في ديلي ده تكنيكال لسه ما اتظبطش، خاصه ان احنا كمان يعني ما اخدناش وقت قوي في ان احنا ندرب الحكام، وما اخدناش وقت قوي، احنا اشتغلنا بسرعه جدا جدا علشان نقدم التقنيه دي للناس. لا لا لا، هي عمرك ما هتاخد الرخصه الا اذا كنت متدرب كويس جدا. انا بقول لحضرتك ده فيه الامور التقنيه فقط، امور فنيه تكنيكال خاصه بالاجهزه نفسها لازم تتظبط كويس. يعني التلفزيون بعربياته الحديثه هي المفروض تكون موجوده. هو في حاجات يعني احنا بنظبطها، وان شاء الله هتلاقي الدنيا احسن بعد كده ان شاء الله باذن الله. هل بنيه اللجنه الخماسيه انها تنهي بطوله الدوري مع نهايه اكتوبر ان شاء الله؟ ان شاء الله يعني باذن الله هتنتهي. وتعرف مهندس حسام الزناتي بيشتغل، يعني مش قادرة أقول لحضرتك، حد شخص جميل ومحترم وشاطر وشاب واعد وحاجة في كل المميزات طبعا. بصراحة ربنا يكرمه ووفقه طبعا. وبعدين احنا كلنا بنشجع الشباب ان هم فعلا ياخدوا الأماكن فعلا بعلمهم وموهبتهم وقدراتهم. لازم نشجع الشباب، فاحنا فعلا بنعتمد عليهم دلوقتي في كل حاجه فيها تكنولوجيا، لان انت المفروض ان انت الفار ده تكنولوجيا المفروض تدخل كل البلاد. احنا بالنسبه للبلاد العربيه احنا يعتبر طبقناه على طول يعني. فاحنا ماشيين بقى بالستيب دي، كل حاجه بنشتغل عليها ان احنا نطورها اكتر واكتر. صحيح. احنا برضو نسينا نقول ان منتخب صالات بيستعد لكاس العالم في لتوانيا، وده منتخب يعني كان نفسي يبقى فيه القاء الضوء عليه اكثر اعلاميا، لان فعلا حاجه مشرفه. واحنا دلوقتي عندنا معسكر بكره هيبتدي ان شاء الله، وفي مجموعه كويسه كابتن هشام المدير الفني يختبرها من الدوري كويسة. ان شاء الله يبقى نشرف مصر. بناخد بقى من الدوري بناخد من الدوري الممتاز، ولا بناخد من الدوري الممتاز به ومن كل الدوريات بننقي من كل الدوريات؟ هو في طبعا حضرتك عارف في دوري الصالات موجود فيه ممتاز وممتاز به. عظيم. وفي دوري الشركات، ودوري الشركات قوي جدا على فكره. وكمان حتى في الشاطئيه في دوري شركات شاطئيه. الناس كلها ما تعرفش يعني ايه دوري شاطئيه موجود. لكن فعلا على فكره اللعبه محتاجه قوه وتركيز جامد جدا الكره الشاطئيه. ولعبه شيقه جدا، واحنا برضو بنستعد لتصفيات افريقيا، وفي معسكر برضو يعني ده تاني معسكر اللي كنت معاهم في اسكندريه الاسبوع اللي فات. ايوه. بنشتغل يعني كل المحاور بنشتغل فيها يعني. صحيح. ان شاء الله خير ونحقق حاجه جميله لمصر يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يا دكتور انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وسعيد بهذه المداخله، وربنا يا رب بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. دكتور سحر عبد الحق عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، وتفاصيل مهمه في كل الجوانب، سواء بالنسبه للملفات اللي هي بتتولى مباشرتها بشكل كبير جدا، سواء الكره الشاطئيه، كره الصالات، او حتى كمان الملفات العامه المفتوحه باستمرار بالنسبة للناس حول تطبيق تقنية الفار، وحول أمور عديدة لها علاقة بانتهاء بطولة الدوري إن شاء الله بإذن الله، أو حتى كمان الانتخابات، أو حتى كمان اللائحة وكل الأمور ديت. فيما يخص اللائحة تحديدا كمان حصلنا على تصريح مهم إنه
بيتم دراسة الموضوع، وأول لما توصل إن شاء الله بإذن الله النسخة بتاعة الفيفا سيتم إرسالها للأندية المصرية إن شاء الله بإذن الله الأمور تتم على خير. طيب جاي في إيه وسافرت في إيه وما ريحتش حبة ليه يا كابتن أيمن؟ غنتها لك المرة اللي فاتت ما صدقتنيش، مش أنا قلت لك؟ مش أنا قلت لك؟ قلت لك مش هتكمل ماتش ولا ماتشين، أنا كان قلبي حاسس، قلت لي لا هكمل. إيه اللي حصل يا كابتن أيمن؟ والله يا كابتن طبعًا أنا يعني أنا لعبت ماتش بقصة، الفرقة اللي أنا شفتها قبل الكورونا مش هي الفرقة اللي موجودة حاليًا، الفرقة لا نفسيًا تعبانين جدًا، بنلعب مفيش حافز، مجرد مع أول هدف يدخل الفرقة بتفك كلها. اللعيبة فعلًا في حالة انهيار تام يعني. كل اللي كانوا بيحاولوا يعملوه ان هم يبقوا موجودين معايا وموجودين في ظهري ويعملوا حاجه كويسه مع بعض. حتى لو مش لو هننزل كنا هننزل بشكل كويس بشكل محترم انهاروا انهاروا، رحت لقيتهم منهارين منهارين جدا 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 يعني بطريقه صعبه جدا، مفيش هنقدر نقدم حاجه مع بعض. ايوه الانهيار ده ايه؟ الانهيار ده نفسي ولا الانهيار ده بدني ولا الانهيار ده فني؟ نتيجه كبيره جدا، هزيمه كبيره جدا من اسوان 4-0 يعني، وكانت ممكن تزيد يا كابتن. لا كانت تزيد عن كده، الموضوع نفسي، الموضوع نفسي، اللعيبه من كتر الانقاذات اللي تعرضوا لها الفتره الاخيره مع تغيير اجهزه فنيه كتير، اللعيبه وصلت لحاله نفسيه صعبه جدا يعني، مش قادرين ان هم يرجعوا لحالتهم الاولانيه، مش هم اللعيبه اللي قدوا معانا في الاول الموسم وقدرنا نعمل الدور الاول بشكل معقول. ست ماتشات دولت فرقوا معاهم اللي انت سبتهم فيه. جدا يمكن انا اقول لحضرتك حاجه، انا بعد ماتش المقصه انا كنت خلاص قررت ان انا ماتش اسوان سواء في كل الاحوال كسبت خسرت تعادلت انا كنت ماشي، لان انا كنت فعلا لميت حد حاجتي في الطنطه ووديتها اسكندريه وكنت راجع العب الماتش بس ما خدش. ياه للدرجه دي؟ للدرجه دي واكتر كمان. ظروف صعبه بالنسبه للفريق دلوقتي، وظروف يعني بقاء طنطا في الدوري ده السؤال اللي انا بساله لك، يعني احتمالاته قد ايه؟ نسبه كام في الميه في ظل الظروف اللي انت شفتها بقى عن قرب؟ لا صعبة جدا يعني، هو حضرتك الامل كان ماتش اسوان، الامل كان ماتش اسوان. ماتش اسوان لو كان النتيجة كانت كويسة او فيها فوز كان الامور وصلت 30 بونت. عندك اي تي سي مصر الماتش الجاي كان ممكن برضو الفرقة تفوز فيه، كانت الامور لا وصلت 23، دخلت مع الحرس، دخلت مع وادي دجلة، دخلت مع الفرق اللي فوز، كانت العملية هتبقى قريبة وكانت الامور ممكن تتغير. لكن طبعا مع عدم وجود الحافز، مع عدم وجود الدوافع اللي لعبت تقدم حاجه وهتلاقي مقابل ليها، كل دي امور عجلت قوي انهيار الفرقه. وضع صعب جدا جدا، ربنا يا رب ربنا يا رب يسترها برضه على فرقه طنطا، واحده من الفرق اللي الواحد نفسه يشوفها في الدوري الممتاز باستمرار. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ايمن، وبتمنى لحضرتك دايما التوفيق. على الجانب الاخر بقى الغزال كابتن رضا عبد العال هو من تولى المهمه الفنيه لطنطا. طب يا كابتن رضا، يا كابتن رضا انت حبيبي حبيبي من زمان، ده انا مستنيها لك والله العظيم، مستنيها لك وربنا مستنيها لك، اقسم بالله مستنيها لك تمسك فرقه في الدوري الممتاز ده، انا من زمن الزمن. بس انا بصراحه مش يعني انت ماسك الفرقه وهي في ظروف ما اعلم بالله ربنا، بس خد بالك يا كابتن رضا انها تحسب عليك. هتقول لي الفرقه بظروفها والفرقه اخر الدوري، وهتقول لي كل اللي انت هتقوله ده، الكلام ده هناك في الاستوديو مش معايا. ففكره ان انت تمسك الفرقه في الظروف دي، انا قلت لك يا شماته مورينيو فيك لو الفرقه نزلت، جوارديولا هيمسح رقمك، هتبقى الظروف صعبه. انا بقول لك هو من دلوقتي تقعد بقى كنت اللي انت بتعمله في الناس كله، اقسم بالله ماليش دعوه، تقعد بقى تقول لي اللي انت كنت بتقوله، انا هطلع اقول اللي انت كنت بتقوله، مكنه البسطرمه واللانشون هشتغل في الفتره الجايه، ماليش شغلانه غيرك يا كابتن رضا، عشان بس نبقى متفقين. انت حبيبي من زمان، من ايام الجيزه ومن ايام القاهره ومن كل حاجه، بس عشان نبقى متفقين، انت مفيش مدير فني، ده اللي مسك الدوري، ده اللي فاز بالدوري، واللي صاحب المركز الثاني، واللي صاحب المركز الثالث، ومفيش حد ملا عينك، مفيش حد يا راجل، ده الناس تبقى بامكانيات صعبه يقول لك ما اعرفش ايه. فخلاص جيت في ملعبنا كلنا، جيت في ملعبنا كلنا، ده انا هجيب كل المدربين وكل المحللين اللي في الدنيا يتكلموا عن ادائك مع طنطا، عشان نبقى متفقين يعني. الله يعينك ويعيننا. طيب نروح لنادي الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري في السله عامل شغل عظيم جدا جدا، ونجاحات مستمره، يمكن ما بتاخدش الحيز الحقيقي،
الانجازات اللي بيعملها الاتحاد السكندري في السله. فرقه كره القدم الحقيقه ماشي بشكل محترم. بتحصل مشاكل زي ما حصل مشاكل في كل الفرق اللي في الدوري الممتاز. بيحصل شويه اخفاقات عادي جدا، بس الحقيقه انك دايما بتشوف اداء محترم، ولما بتحصل اخفاقات فانت بتشوف اداره بتقول لك لا. حتى انا كمان اول لما جاء البيان خصم 3% من عقود اللاعبين بسبب النتيجه والاداء كذا كذا كذا، صح، زي ما بتاخد فلوسك زي ما بتاخد حقك يتخصم منك، يتخصم منك علشان الناس تبقى عارفه ان انت لم تكن مجيدا، وانه الناس واقفه معاك واقفه في ضهرك وبتدي لك حقك، فانت كمان لازم تدي نادي الاتحاد السكندري حقه. فتلاقي الاداء يتحسن، فتلاقيهم مثلا امبارح رغم انه مباراه صعبه، انت بتلعب النادي الاهلي، يعني مش بتلعب فرقه قليله، بتلعب النادي الاهلي ماتش جامد، بس حماس اللاعبين لم يفطر خلال 90 دقيقه. خلال 90 دقيقه بيقدوا مباراه قويه جدا جدا جدا، وضغط والتحامات وجري وحماس واداء محترم جدا جدا. ده على صعيد السله اهو، ومباراه السله وفوز الاتحاد السكندري على الاهلي في السله، وعلى صعيد كمان مباريات كره القدم والدوري المصري. طب انا معايا على التليفون الحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري. مساء الفل يا فندم، واهلا وسهلا بيك، وببارك لك على السله وببارك لك على الشغل المحترم الحقيقه. يعني ابراهيم الزهراء يا كابتن، اخبار معاك ايه يا فندم؟ وحشني يا كابتن. ربنا وحضرتك وحشني كتير جدا جدا. مبروك مبروك الف مبروك على شغل السله، حاجه محترمه جدا. وكمان الحقيقه برضو في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم فيها وكورونا واصابات وحاجات شبه كده، برضو بحييك الحقيقه برضو على تعاملك مع فريق كره القدم. والله الحمد لله، يعني الواحد بيحمد ربنا بفضله، يعني ربنا يعني واقف جنبنا بصراحه. ولكن زي ما حضرتك يعني اتشرفت وقلت، فريق كره السله في نادي الاتحاد يعني حاجه بصراحه عظيمه جدا جدا. انا وعدت، يعني وعدت نادي الاتحاد، احنا بقالنا عشرات السنين ما بناخدش اي بطولات، اسكندوري ولا كاس ولا بطوله عربيه، ولكن انا كان عندي هدف، ولكن الهدف ده كان لازم ياخد مننا بعض الوقت، ان احنا ناخد نبني الموضوع على سنه او سنتين. ولكن الحمد لله بعد سنتين نزل الاتحاد يستحوذ على كل البطولات ويتوج بجميع البطولات، بطوله مصر الدوليه، بطوله عربيه، بطوله الدوري المرتبط، بطوله كاس مصر، بطوله الدوري العام. خمس بطولات بصراحه حاجه يعني عظيمه جدا، تحسب لهذا الجيل وتحسب للمدير الفني الكابتن احمد مرعي. مدرب بصراحه محترم جدا جدا ما شاء الله عليه. بيأدي اداء باخلاص غير عادي، غير عادي. يعني انا عارف ان هو نجم نادي الزمالك السابق، ولكن ايوه تحس بيه ان هو يعني متربي جوه جدران نادي الاتحاد بناشئينه. الاخلاص الاخلاص والاجتهاد دي بتبقى سببها في اللعيبه المحترمه المحترفه. يعني من اقول لحضرتك الاخلاص اخلاص باداء غير عادي وروح محترمه جدا، معاه جهاز فني محترم مع عمرو السبخي وكابتن يعني سمير وكابتن ياسر، الجهاز الاداري كابتن خالد فتاح وكابتن بسيوني، الجهاز الطبي يعني مشرف اللعبه الاستاذ احمد عبد المجيد والاستاذ حازم رجال عاملين صندوق النادي وعيد مجلس النادي، بصراحه يعني عاملين شغل محترم جدا جدا. فانا بحييهم بارك لهم، بارك طبعا للاسكندريه وجماهيرها. يعني انا خمس بطولات يعني انا بصراحه سعيد بيها جدا جدا. على فكره خمس بطولات دي وانا كنت موجود رئيس النادي سنه 2010، النهارده بعد 20 سنه برضه بنتوج ما شاء الله. يعني انا يعني سعادتي غير عاديه، وان شاء الله يعني بنادي طبعا هذا الفوز لجماهير اسكندريه، وبادي هذا الفوز بصراحه لاسرتي، يعني كان زوجتي ولادي احمد، يعني انا بقول لهم تعبت معانا كتير والحمد لله جاي احسن ان شاء الله. حلوه الصوره برضه، الصوره حلوه وشياكه، واحنا بنعرضها وما اعرفش شايفها ولا لا. طبعا يعني انا شايف حضرتك طبعا، وشايف يعني بصراحه يعني انا سعيد طبعا بالصوره دي جدا جدا. يعني انا وشيلوا تتويج تتويج مجهود كبير. وشيلوا الاسم بتاعي بس من على الشاشه دلوقتي هتبقى احلى يعني كمان اهو. بصراحه يعني انا سعيد جدا بالصوره بصراحه. يعني صوره جميله في جوه صاله نادي الاتحاد السكندري. ايوه، والمجلس الاداره بالكامل كلهم موجودين، وانا يعني استاذ سعادتك بس ان انا اقول اساميهم. يبقى اتفضل يا فندم، اتفضل اتفضل يا فندم. يعني الاستاذ هشام حسن نائب رئيس النادي، الاستاذ ريم شعبان، الاستاذ محمود القاضي، الاستاذ احمد عبد المجيد، الاستاذ خليل القاضي، الاستاذ احمد فؤاد، الاستاذ حازم رجال، كابتن اسماعيل، الاستاذ جاسم منير مدير عام النادي، مدير تنفيذ النادي. بصراحه يعني انا بقول لهم مبروك، وانا سعيد بالصوره. والنهارده دي على فكره التصوير ده كان من ساعتين بالظبط ما شاء الله. كابتن ابراهيم كان من ساعتين بالظبط، وده اقل حاجه ان احنا يعني
هم فعلا شامبيونز وفعلا الابطال يعني، فانا ببارك لهم يعني الحمد لله. صحيح. طيب عايز اسالك سؤال، يعني هل النجاحات اللي بتحصل في السله ديت بتوازي حجم الانفاق اللي انت بتنفقه عليها؟ يعني هل انت حضرتك لما بتيجي تنفق على كره القدم بتحقق الانجازات ديت، ولما بتيجي تنفق على السله بيبقى الانفاق مساوي لنفس الانفاق بتاع كره القدم، ولا كره القدم تاخد فلوس كتير؟ كره القدم فلسانه. كره القدم مديانه بداية. انا اجيب لك بالاخر يعني. ايوه، غير الاف ولا دوران. نقعد ساعه نقف على باب السيده. بس الحمد لله يعني. هو الفكره كلها، بص كابتن ابراهيم، هجيب لحضرتك من الاخر يعني. هتسالني بتصرفوا منين؟ بتعملوا ايه؟ بتجيبوا القصه ازاي؟ هو ربنا كده مسهلها لنا. ايوه. وانا يعني الحمد لله انا ماشي ببركه ربنا. ايوه. بركه دعاء الناس. والحمد لله يعني انا ببقى سعيد بالخير كمان اللي انت بالخير كمان اللي انت بتعمله، واللي بيشاع عنك على طول، واللي الناس دايما بتتكلم في ظهرك فيه على فكره يعني. والله يا كابتن ابراهيم الواحد بيتوقع على الله، وانا يعني انا رصيد عند الناس صراحه يعني. حب الناس واحترام الناس ليا. صحيح. دي احسن حاجه في الدنيا. احسن حاجه في الدنيا. ودي اللي انا نفسي ولادي يورثوها عني. ان انا لما يعني الواحد بقى يتوكل على الله كده، ربنا يديك طولة العمر والصحه يا رب دايما. ده ابوهم ده راجل محترم، او انه يقول له ذكرى طيبه. دي عندي بالدنيا بصراحه يعني. راجل انا يعني اتمنى بس ان انا ربنا يسترها معايا ومع اسرتي ومع اولادي. يا رب دي تبقى عندي بالدنيا ان شاء الله. يا رب اللهم امين. طيب خلينا نروح بقى من ملف السله والتتويجات بالسله نروح لملف كره القدم. شفت الماتش ازاي امبارح من وجهه نظرك؟ مباراه صعبه جدا قدام النادي الاهلي. بص حضرتك، احنا هقول لحضرتك معلش لو تديني فرصه بس. معاك كل الوقت. وانا سعيد طبعا انا بعمل مداخله مع حضرتك طبعا، وانا كنت وعدت من امبارح ان انا اعمل المداخله دي. أيوة. ولكن انا عايز اقول لحضرتك الحاجه. اتفضل. نادي الاتحاد بالنسبه لنا الفريق الاول لكره القدم. فريق عمل شغل اكثر من رائع في الدور الاول. وفي البطولات العربيه كان عامل برضه نتائج طيبه لغايه ما وصل لدور الثمانيه، وكان ممكن يوصل لدور اربعه، ولكن لسوء الحظ او النادي الاسماعيلي طبعا بارك له ونتمنى له ان شاء الله ان هو يكمل في هذه البطوله. ايوه. ولكن احنا نادي الاتحاد بعد كورونا احنا كلنا متفقين ان احنا عندنا دوري استثناء. ايوه. ولكن احنا برضو كان عندنا هدف ان احنا نكمل، وعندنا طموح ان احنا نكمل في مربع الذهب. وده كان هدف. ولكن طبعا انت حضرتك شايف ان احنا بكل 48 ساعه او كل 72 ساعه من المباراه. هتقول لي ما الفرقه الثانيه بتعمل كده. الفرقه الثانيه بتعمل كده. ولكن حضرتك برضو عندنا من الظلم ان احنا لما يجي عندنا كوارتر 24 25 لعيب، يبقى عندك 11 لعيب مش موجودين من النقطه. عندك على الاربع خمس اجانب مش موجودين. ايوه. ابتديت الدوري الاستناف الدوري بهذا الشكل. ايوه. وعندك لعيبه موقوفه لعيبه مصابه. ولكن احنا كملنا وابتدينا كمل، ولكن لما حضرتك النهارده بنلعب حوالي سبع ثمان ماتشات، يبقى عندك هزيمه واحده فقط لا غير. ايوه. وعندك فوزين او فوز واحد حتى مع الاسماعيلي. وعندك بعد كده تعادلات، تعادل مع نادي الزمالك وتعادل مع النادي الاهلي. فانت تعتبر نفسك ماشي في الخطه الثابته. امبارح كمان لما انت يبقى عندك مباراه مهمه زي مباراه النادي الاهلي وهو بطل الدوري. أيوة. وزي احتفل في اسكندريه ببطوله الدوري او فاز امبارح، ويحصل بهذه المباراه نادي الاتحاد نهايه المباراه مستحوذ بحوالي 54% مع نادي عظيم ونادي تاريخ كبير وبطل الدوري زي النادي الاهلي، دي تبقى سعاده عندنا. وكنا قريبين جدا بالفوز، وخلينا نتفق اللي هو ضربه الجزاء اللي هو طبعا يعني يعني كابتن احمد رفعت انها تديها ونادي الاتحاد، كان ممكن نادي الاتحاد ينتهي بهذه المباراه 1-0. ولكن احنا بنحمد ربنا على النتيجه، وبقول نادي الاتحاد ماشي بخطى الحمد لله محترمه جدا، الحمد لله معانا جهاز فني محترم، انا وجهه نظري مدير فني قدير بقوه الكابتن طلعت يوسف. بعض الناس ابتدت انها تتكلم، لا الكابتن طلعت يوسف لا لازم ما يكونش موجود مش عارف ايه. الكلام ده بيزعلنا احنا كاداره. ايوه. مع حضرتك كمان انت معلش يعني، ومش هنمشي بسطر يعني على سطر ونسيب سطر. ايوه. ما ينفعش حضرتك تقول لي بعد ماتش الاسماعيلي الكابتن طلعت يوسف ده احسن من مورينيو. يحصل عندنا اخفاق مثلا في ماضي في ماتش بتلعبه انت مع نادي اف سي مصر، مع احترام نادي اف سي مصر. أيوة. عندك ثلاث ماتشات بتلعبهم ورا بعض الساعه 3:30 بعد الظهر. أيوة. عندك ماتش مع طنطا وماتش مع مقصه وماتش مع اف سي مصر، وتلعب 3:30 بعد الظهر. خسرت الماتش وتعادلت مباراتين. ايوه ايوه. بعد كده سعاده مع النادي الاهلي. فانا بقول ان الكابتن طلعت يوسف من احسن المدربين خلقا وفنيا، ويعني على درجه كبيره جدا من الوعي، ولما يكون على راس منظومه في الجهاز الفني في نادي الاتحاد اكيد اضافه لنادي الاتحاد. صحيح. فانا لما بنطلب من الناس انها تدعم الكابتن طلعت يوسف ما بنقولش غير الحق. صحيح. انا مش معقوله كابتن ابراهيم ان انا عندي الفرصه وعندي كابتن طلعت يوسف واجي اقول انا هغير سين وغير صاد عشان بعض هوا بعض الناس. أيوة. مش هينفع. مش هينفع الكلام ده. انا ما ينفعش ان انا اقول
ان انت نادي الاتحاد المركز الخامس دلوقتي وتقول انت بتغير المدرب. فانا حتى يعني امبارح لما شفت الكابتن عزيز طلع في احدى القنوات امبارح وهو بيقول ان انا عقدي اظهر عليا غط عقدي بعد نهايه الموسم، بعد كده انا خلاص انا عادي ان هنا انتهى الكلام ده، يزعلنا احنا حتى كاداره. ايوه مع ان انت خلي الناس تفكر كمان التفكير العاقل يعني. انت عارف حضرتك ان الدوري السنه هياخد اخر اكتوبر، ايوه، وعندك بعد كده اسبوعين بعد كده ويبتدي الدوري الجديد. انت هنجيب مدرب وانت هنجيب لعيبه وانت هنجيب الكلام ده كله. فانا برضو احنا لما يجي نقعد نفكر ما تفكرش انا بصوت الجماهير. انا بفكر كواحد بيدير منظومه اسمها نادي الاتحاد في جندري. أيوه. انا مسؤول عن 7 8 مليون واحد بيحبوا نادي الاتحاد في اسكندريه. فالموضوع بالنسبه لنا لا، لازم الناس يكون عندها فكر، الناس لازم يكون عندها وعي ونفكر لصالح النادي. صحيح. ما تفكرش الافكار. اذا الكابتن طلعت يوسف مكمل مع الاتحاد السكندري حتى نهايه الموسم، ولا صح على الاطلاق لاي كلام او اي تفاصيل ليها علاقه بانه الكابتن طلعت ممكن يحصل وما يكملش مع الفريق؟ لا 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 لا، لا الكلام على فكره الكلام ده يعني انا اصلا ما فكرتش فيه، بس انا عارف، انا الناس الناس يا كابتن ابراهيم تبقى عارفه انا يعني محب جدا لجميل اسكندريه، عاشق جدا لجميل اسكندريه، ولكن في نفس الوقت تملي انا كل ما اطلع ما بتكلمش يدعموا مجلس اداره، انا بتملي تقول ايه دعموا نادي الاتحاد السكندري. ايوه هو ده اللي طالب الدعم. انا معاك، يعني خلينا نتكلم بالكلام برضه بالعقل يعني. هو نادي الاسماعيلي والنادي المصري قريبين جدا من نادي الاتحاد. حضراتكم شايفين النادي المصري ونادي الاتحاد، والنادي المصري ونادي الاسماعيلي السنه دي في بعض الاخفاقات اللي هي ما تليقش ولا بالنادي المصري ولا بالنادي الاسماعيلي. ويصعب عليا انا لما اشوف نادي المصري ونادي الاسماعيلي في هذا الموقف. الحمد لله نتائجهم بتتحسن لحد كبير. ولكن في الاخر مين الانديه الشعبيه اللي موجوده في مصر؟ اهلي، زمالك، اتحاد، اسماعيلي، مصري. لو الانديه دي حصل منها اي نوع من الاحتكاك هتتهز الرياضه في مصر، هتتهز كره القدم. صحيح. هتتهز الرياضه في مصر. فانا يعني انا حابب ان الناس تعي هذا الموقف وتعي ان مجلس ادارتها بيفكر التفكير المناسب لوقت نادي الاتحاد وحسب الظروف والامكانيات الماليه التي تتواجد. اديني امكانيات نادي بيراميدز، اديني امكانيات نادي الاهلي او نادي الزمالك، وهشوف نادي الاتحاد ده في مرحله ثانيه خالص وفي مكانه ثانيه خالص. صحيح. ولكن انت لازم تفكر احنا هنجيب الفلوس ازاي؟ بندعم ازاي؟ انا على فكره انا مع صندوق النادي او مدير النادي او مدير التنفيذي النادي عاملين شقلبازات عشان احنا نفكر ازاي ان احنا ماشيين امورنا. فالامور مش سهله، الامور مش سهله ان انا اقعد كده على مكتبي واقول الاتحاد هيغير مدرب النهارده، لا اجيب مدرب النهارده. صحيح. طيب خليني اسال حضرتك، رزاق سيسي كيف سيتم التعامل معاه؟ هل سيستمر مع الفريق ولا لا؟ بحثتوا الموضوع مع نادي الزمالك ولا لا؟ برضه انا عارف ملفات اللعيبه الجديده او ملف اللعيبه اللي بتنتهي اعارتها ده واحد من الملفات اللي بتشغل بال حضرتك، لانه عارف انك دايما بتبص لقدام يعني. اكيد. انا يعني حتى الجزئيه دي انا بصراحه نتقابل الكابتن طلعت يوسف. هو بيبقى عنده الرؤيه الفنيه والرؤيه ان هو يختار مين من اللاعبين اللي ممكن يستمروا مع نادي الاتحاد. من اللاعبين اللي ممكن ان هم احنا نضيفهم في المرحله الجايه. اكيد احمد رفعت وكيل سيسي من اللاعبين اللي احنا حاطين علينا عليهم بقوه جدا. ايوه ما حصلش لسه حوار او جلسه يعني فعليه ان احنا نقعد مع المستشار مرتضى منصور وننهي هذا الموضوع. ولكن انا علاقتي الطيبه بالمستشار مرتضى منصور والراجل صراحه انا كمان اللي بقول هذا الكلام داعم مستمر لنادي الاتحاد خلال 4 5 سنين اللي فاتت. صحيح. وانا لا يمكن انا انكر يعني افضله في الحته دي مع نادي الاتحاد ولا جميل اسكندريه تنكر اللي مستواه طالما طول عامل في المرحله اللي فاتت. ولكن اكيد هنقعد واكيد هنفكر واكيد ان احنا ان شاء الله، ولكن انا اللي مطمني السنه دي ودي بقت رؤيه جوه الجهاز الفني وجوه يعني في الكابتن طلعت يوسف ان عندنا مجموعه من الناشئين والشباب ان هم هيكونوا فعلا اضافه كبيره في المرحله اللي جايه. فدي بالنسبه لنا هيكون عامل اضافي ان احنا ممكن ان احنا لا في بعض الاماكن يعني مميزه جدا جوه الفرقه واعمارهم صغيره جدا، ممكن دول السنه الجايه ان شاء الله ان احنا نعدل عقودهم وان شاء الله ان هم يكون لهم يعني فرصه طيبه ان هم يكونوا اضافه جوه الفريق الاول نادي الاتحاد ان شاء الله باذن الله. طمنا على محمود رزق. لا يعني صراحه يعني محمود رزق يعني اصابته فعلا اصابه صعبه جدا جدا. عباره عن ايه؟ وعباره عن كسر في الانف. عمل عمليه النهارده الساعه 3 عصرا. دي زياره دي الصوره دي زياره ليا النهارده انا والكابتن طلعت يوسف وشفت اللعيبه بتاعت نادي الاتحاد تقريبا كلهم كانوا موجودين عنده. ولكن بصراحه يعني الاصابه مش سهله واصابه هتاخد اقل من 6 اسابيع وبعد كده يحط ان هو ينزل الملعب. ولكن طبعا مش هيكمل الموسم السنه دي، ولكن هو خساره كبيره جدا لنادي الاتحاد في الموقف الحالي. ولكن انا عاوز اقول كلمه حق عشان بس الامور تبقى واضحه. يعني الكابتن احمد فتحي يعني كلم الكابتن طلعت يوسف وكلمني ويعني اعتذر على الاصابه والراجل فعلا ما يقصدش
ومحمود رزق طبعا يعني صديق احمد فتحي، اتكلم معاه امبارح وكان على الاستمرار ان هو بيسال عليه باستمرار وسال عليه بعد العمليه ووعد ان هو يجي يزوره. بس بصراحه يعني احنا يعني احمد فتحي من اللعيبه المؤدبه جدا ولعيبه محترمه قوي، لا يقصد طبعا هذه الاصابه خالص، ولكن هو ده نصيب ونصيب محمود. محمود يعلم هذا الموضوع، وان شاء الله يعني محمود يقوم على خير وان شاء الله يخرج من المستشفى ويكمل. يعني وانا بشكر من خلال حضرتك الدكتور عامر الاشرم بصراحه رئيس الجهاز الطبي جوه نادي الاتحاد على مجهوده الرائع بصراحه في موضوع اصابه محمود وخلال الفتره اللي فاتت كلها في موضوع كورونا وكوفيد 19. صحيح، ربنا يا رب يتم شفاءه على خير. وبشكرك يا فندم، شكرا جزيلا وبشد على ايديك، وربنا دايما يا رب يكتب لك الخير. واحد من الشخصيات المحترمه جدا جدا اللي بتبذل مجهود كبير جدا جدا الحقيقه عشان فرقها، مش بس في كره القدم انما في السله وفي كل الالعاب الاخرى. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا، واجدد مره ثانيه مباركتي للاتحاد السكندري وجماهيره ومجلس ادارته ولاعبيه. اشكرك يا فندم شكرا جزيلا حاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، وتفاصيل كانت مهمه جدا. طيب هعدي بس بسرعه كده اقول لكم النتائج النهارده بتاعت الماتشات. عاده دايما كنا بنبتدي بماتشات الدوري والحاجات اللي شبه كده، بس طبعا الحدث الاهم حاليا في كره القدم المصريه هو رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، هو اللي شغل البال كله. للي ما كانش معانا في اول الحلقه، احنا شرحنا بالكامل كل التفاصيل اللي ليها علاقه برحيل باتريس كارتيرون، بما فيها حتى العروض اللي قدمها نادي الزمالك، بما فيها حتى الشرط الجزائي، بما فيها حتى قيمه عقد الراجل. طيب مصر المقصه فاز على نادي مصر 3-0. لو انت شفت النتيجه كده هيبقى عندك انطباع انه مصر المقصه كان عامل 3-0 ده يعني نادي مصر ما عملش حاجه. انما الحقيقه النتيجه مش كده، نادي مصر كان عامل ماتش محترم جدا جدا، عامل ماتش محترم جدا. يعني عمرو مرعي سجل لمصر المقصه في الدقيقه 16. انا خليني اقول لكم على حاجه بامانه، انا معجب بنادي مصر، ممكن ما يكملش في بطوله الدوري، هو فرقه يعني انا لا ابتغي الا رجاله حقيقه، بحييهم جدا جدا. مش اول ماتش اتفرج لهم عليه والاقيهم عندهم روح، عندهم روح، مش مستسلمين، فرقه مش مستسلمه، فرقه مش رايحه خلاص احنا كده كده الوضع بالنسبه لنا صعب، لا يعني بيعافروا وبيشتغلوا وبيحاولوا. وطبعا قدامهم فرقه نادي مصر المقصه، فرقه من الفرق كمان المحترمه اللي عندهم اسماء وعندهم لعيبه كوره حلوه. فبحيي جدا جدا نادي مصر رغم الخساره، بحيي جدا جدا نادي مصر رغم ان هم في مركز متاخر جدا في بطوله الدوري وممكن ما يكونش ليهم نصيب في الاستمرار، ولكن الامانه تقتدي ان اقول ان الفرقه دي بتلعب كوره حلوه، ما لا فرقه مخشبه ولا فرقه مقفله ولا لا، بتلعب كوره وبتحاول وبتروح. وبقول لك النتيجه لو انت شايفها بالشكل ده 3-0 تتخيل ان الفرقه دي ما عملتش حاجه في المباراه، لكنه للامانه لا، كانوا عاملين شغل وبيضغطوا وبيروحوا وبيعملوا حاجات كتير في الكوره. يعني الاسماعيلي والمقاولين لقاء انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، كان الاسماعيلي سجل في البدايه. انها مع حضراتكم من بدايه الحلقه، الاهلي قلنا في المركز الاول ب 72 نقطه. خليني بس هعدي على الاربع فرق فقط لغير الاربع فرق اللي لعبت النهارده ماتشاتها. مصر المقاصه بص تلاقيه بقى في المركز السادس ب 36 نقطه، تحسن لافت للنظر حقيقه لمصر المقاصه مع كابتن ايهاب جلال. لما تبص على المقاولين العرب هتلاقيه في المركز الثالث بقى ب 48 نقطة، الفرق اللي لعبت النهاردة بالكامل. هتلاقي برضو انه الاسماعيلي في المركز العاشر ب 31 نقطة، ونادي مصر في المركز ال 17 ب 19 نقطة. ده كده بالظبط المراكز للاربع فرق اللي خاضت لقاءاتها النهاردة. تعالوا نشوف مباراة بكرة قبل ما اروح للفاصل. الجونة وسموحة بكرة ان شاء الله باذن الله الساعة 6، وادي دجلة وبيراميدز الساعة 8:30. دي ماتشات بكرة إن شاء الله بإذن الله في الدوري المصري. فاصل، وبعد الفاصل لسه متواصلين مع حضراتكم في جمهور التالتة، خليكم معنا. جدد الترحيب بحضراتكم، لسه مستمرين معاكم في جمهور التالتة، وعندنا لسه أخبار وتفاصيل كتيرة. كابتن أحمد كشري المدير الفني لأسوان اللي عامل نتائج مميزة جدا جدا، والحقيقة من أول ما تولى المهمة واضح
انه عنده بصمه وعنده رؤيه، واخد اسوان دلوقتي لمكان ومكانه مهمه جدا في جدول الدوري في المركز التاسع، وبيبتعد بيه شيئا فشيئا انه يدخل في المناطق الدافئه. كابتن احمد برحب بيك واهلا وسهلا بيك ومساء الفل، وببارك لك الف مبروك الحقيقه يعني على المجهود الرائع والنتائج المميزه. ربنا يخليك يا ابراهيم، ربنا يخليك، الحمد لله، ده توفيق ربنا ومجهود اللاعبين والمنظومه كلها، الحمد لله احمد ربنا. يا رب دايما في تفوق وفي نجاح. وخليني اسال حضرتك عن الاسباب اللي بتخلينا نشوف اسوان فريق كوره مميز، ممكن ماتشات ما توفقش فيها، انما في تاني ماتشات بتوفق فيها وتسجل وتجيب كمان او تحرز اهداف، سواء في ماتش سموحه 3-3 بتلعب سموحه، سواء في ماتش صعب جدا خطه امام بيراميدز وكنت قاب قوسين او ادنى انك على الاقل في المباراه دي تخرج متعادل، او حتى كمان المكسب الكبير والعريض امام طنطا باربع اهداف. والله الحمد لله، وقبليها الانتاج الحربي كسبنا الانتاج الحربي برضه 2-0 في ملعبه، يعني الحمد لله لو بصيت اخر اربع مباريات احنا احرزنا 10 اهداف، الحمد لله معدل برضه تهديفي عالي للفريق. صحيح، وده يعني اشكر عليه اللعيبه، وهو اصلا اللي مخلينا بالاداء الحمد لله كويس يا ابراهيم، ان احنا بنشتغل على ان المجموعه تبقى هي النجم، الفريق يبقى هو النجم مش اللاعب الواحد، عشان كده احيانا بيبقى في لعيبه ناقصه مش موجوده، تلاقي اي لعيب بيخش بيمشي في المنظومه بتاعتنا او في السيستم اللي احنا عاملينه، اللعيبه بتبقى ادائها كويس، كل مباراه بيظهر لعيبه جديده معانا، بندي لعيبه من المجموعه اللي ممكن تكون ما بتشاركش بصفه اساسيه بتلاقيها نفس المستوى ده، الحمد لله يمكن عشان الجهاز برضو اللي معايا كلنا بنشتغل ايد واحده، ان احنا بنجهز اللعيبه كلها، وانا من المدربين بحب يبقى معايا دكه كويسه جدا، فبجهز اللعيبه اللي بره وبعملهم افضل كمان من اللعيبه اللي بيلعبوا، فبلاقيهم في الاخر، والحمد لله يعني اللعيبه كانوا قد المسؤوليه والروح العاليه اللي هم بيتمتعوا بيها في المباريات بتفرق كتير جدا، او بتقلل الفروقات بينهم وبين الفرق الكبيره. فبشكر اللعيبه جدا جدا على الاداء في الفتره الاخيره، ولسه المشوار طويل. انت قلت لي كنت يا كابتن كشري لما اتكلمنا من فتره طويله قلت لي 36 او 34 يقعدوك، يعني 37 38 نوسع شويه الدنيا شويه عشان بقت في خناقه كبيره. بالظبط، الفرق كلها قريبه من بعض، وبعدين فرق كبيره وبقت النقط قريبه من بعضيها. لا متهيألي هنوصل للنقطه 37 او 38. 37 او 38. وجهه نظر يعني، لان طبعا الفرق اللي موجوده كلها لو بصيت كده في الجدول هتلاقي كله قريب، فرق نقطه نقطتين ثلاثه يعني مش بعيده. ولسه في سبع ماتشات 21 نقطه. يعني في فرق ممكن ان هي تاخد لها ماتشين ثلاثه يعني تقربها من النقط اللي هي 35 و 37، فاعتقد ان هي 37 38 دول يعني يبقوا الامان، في ظل ان احنا هنلعب بعضينا، يعني طبعا الفرق دي الناس تقول لك في سبع ماتشات 21 نقطه، بس احنا الفرق هنلعب بعضينا. ايوه يعني هتاخدوا من بعض، هتاخدوا من بعض. بالظبط كده، بالظبط، فعشان كده بقول لك اللي يعني يوصل للنقطة 37 أو 38 أعتقد إنه ممكن إنه هو يستقر في الدوري. صحيح. طيب أسألك بقى على المباراة المقبلة ليك أمام الزمالك، والنهاردة الزمالك مديره الفني في مفاجأة من العيار الثقيل بيفسخ تعاقده ويرحل عن الفريق، بتشوف ده إزاي في ضوء اللقاء المقبل أمام الزمالك؟ والله طبعا انا ما بحبش بصراحه ان انا لاعب فريق ومغير المدرب، لان المباراه الاولى دايما بتبقى النواحي النفسيه اعلى بكثير من اي حاجه، يعني تلاقي الروح بتبقى عاليه جدا، بتلاقي تغيير في الفريق، كل واحد عايز يثبت وجود المدرب. شفنا النهارده الاسماعيلي وهو بيلعب مباراه قدام المقاولين مقدم مباراه كبيره جدا عشان معاه جهاز جديد، مدرب جديد، دايما المدرب اللي بيجي اول من اللقاء بتلاقي النتيجه كويسه جدا، ممكن ما يبقاش المدرب ليه دخل فيها، بس العامل النفسي والاصرار من اللعيبه عشان تحجز نفسها في التشكيل بتاعه او تبقى من اللعيبه اللي هي طلقة رضا المدير الفني، بتلاقي مباراه صعبه جدا. انا ما كنتش احب ان انا يعني اقابل الزمالك وهو مغير المدير الفني بتاعه، كنت اتمنى ان الامور يعني تبقى مستقره، على الاقل عرفت الراجل اسلوبه وطريقته. كنت ذاكرت كارترون كويس وطريقه لعبه؟ طبعا. كانت مقوماته ايه؟ نقاط القوة عنده ايه ونقاط الضعف عنده ايه يا كابتن؟
لا هو طبعا كارترون عنده توازن في الفريق بتاع الزمالك، يمكن كارترون بيعتمد على ان يبقى نص ملعبه يعني بيدافع كويس، وان كان ان طارق حامد هو يعني اهم لاعب في خط نص نادي الزمالك، لكن عنده طبعا لاعبين بيشتغل على اللعيبه في الاطراف، هو بن شرقي من اللعيبه الخطيرين جدا المميزين اللي بيعرفوا يجيبوا جون وبيعرفوا يوصلوا المرمى، عنده لعيبه بيدفع برضه ببعض اللعيبه يعني احمد زيزو من اللعيبه اللي بتعمل مجهود عالي جدا فلا انا يمكن عرفت يعني اسلوبه كويس ومذاكرين، وطبعا هو نادي كبير يعني كل الناس عارفه نادي الزمالك طبعا، لكن عارف طريقته عارف بيفكر فيه، والفتره دي بيدي لعيبه تانية بيريح اللعيبه اللي هم داخلين على افريقيا، وده كان صح ان هو بيفكر في البطوله بتاعت افريقيا خاصه اللي بطوله الدوري يعني محسومه للنادي الاهلي عن مساله وقت، فكان مريح لعيب. اما المدرب اللي هيجي جديد ممكن يبقى عايز يلعب بكل قوه الضربه بتاعته، عايز يعني يعمل لنفسه هو يعني هياخد من رصيد الفريق لحسابه هو الشخصي يعني هيفكر ان هو ان يدي اللعيبه اللي بتلعب كانت اكتر الفتره اللي فاتت، ايوه، ومش هيفكر في افريقيا قد ما هيفكر ان هو يمشي على الاقل الفتره الجايه كويس. ده قلقك ها؟ ده قلقك اكتر؟ والله ما كنتش حابب التغيير، ما بحبش عليك، ما بحبش مدرب جديد يجي زي ما بقول لك، زي برضه في فرق ثانيه دخل عليها مدربين اول مباراه تلاقي الفرقه شكلها مختلف جدا وادائها مختلف، بعد كده بيبان بقى فكر المدرب واسلوبه. فلا المباراة الأولى بتبقى النواحي النفسية بتبقى عالية جدا عند اللعيبة والدوافع بتبقى عالية جدا. فخير كله خير إن شاء الله. مجهز مفاجآت في ماتش الزمالك ولا لا مفاجآت في الدوري؟ والله إحنا يعني والله وارد كل حاجة يا إبراهيم، وارد كل حاجة. ممكن تجهز مفاجأة. والله وارد كل حاجة يعني إحنا طبعا بنحترم نادي الزمالك وفريق كبير ونادي كبير و احنا عايزين نقدم مباراة يعني نستفاد منها، رقم واحد ان احنا نخرج بحاجة ايجابية ان نحصل على يعني على الاقل التعادل من المباراة يعني نستفيد، لان الحزبة الفترة الجاية حزبة البونز مش حزبة الاداء، فانا طبعا يعني بسعى لده مع فريقي، وان شاء الله اللي خلانا لعبنا قدام الاهلي جيم هجومي وجيم يعني مفتوح او جيم يعني بنبحث عن الثلاثه بونت، هم برضه في نفس الاطار اشتغلنا مع بيراميدز وكنا قريبين جدا من المكسب، مع سموحه مع المقاولين وكسبنا المقاولين مع انبي، فاحنا لينا يعني فرقتنا الحمد لله برضه يعني عندها توازن وعندي ثقه في كل اللاعبين. صحيح، ربنا يكرمك يا رب ووفقك دايما يا كابتن كشري. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نتمنى لك دايما يا رب كل التوفيق. كابتن احمد كشري المدير الفني لاسوان عامل شغل محترم جدا جدا، هو من المدربين اللي قدموا نفسهم بشكل مختلف هذا الموسم. والله عندنا على قد ما احنا بنشتكي من شويه لعبه الكراسي الموسيقيه، انما احنا عندنا مدربين الحقيقه عندما يذكر اسمائهم نشكرهم جدا جدا وبقى سعداء بيهم وما يقدموه. كابتن عماد النحاس عامل حاجه محترمه جدا مع المقاولين العرب، كابتن احمد كشري عامل حاجه محترمه جدا مع اسوان، من قبله كان الكابتن مجدي عبد العاطي عامل حاجه محترمه جدا مع اسوان، من المدربين والاسماء المحترمه جدا كابتن ايهاب جلال حدث ولا حرج يعني عن الشكل الفني اللي بيعمله في اي فرقه بيتولاها، هو دلوقتي مع المقصه دي شفت المقصه اتنقلت ازاي نقله نوعيه كبيره جدا جدا. روح للنادي الاهلي، الاهلي نزل بيان مهم جدا، قال لك الاهلي يطالب الاتحاد المصري لكره القدم بايقاف الاخطاء التحكيميه وتحديد معايير واضحه لاختيار الحكام. هذا هو البيان الرسمي اللي قام النادي الاهلي بنشره على موقعه الرسمي. مستحيل اعرف اقرا من اللي هي دي بقى ميزه. ايوه صح كده، قال لك ارسلت اداره النادي خطابا لاتحاد الكره المصري تطالب فيه بايقاف الاخطاء التحكيميه غير المبرره والتي تشهدها مباراه الاهلي في بطوله الدوري مثلما حدث في المباراه الاخيره والتي ارتكب خلالها الحكم اخطاء فجاه اثرت على نتيجه المباراه، واكدت الاداره على ضروره تفعيل دور مراقبي الحكام الذين يتم تعيينهم من قبل اتحاد الكره للوقوف على مثل هذه الاخطاء والحد منها، كما طلبت إدارة النادي بإيقاف التصرفات غير اللائقة لحكم مباراة أمس والذي يحاول وباستمرار استفزاز مشاعر اللاعبين والجهاز الفني ويصدر بحقهم العقوبات وأكدت إدارة النادي على ضرورة تحديد طريقة ذات معايير واضحة لاختيار الحكام تتماشى مع مبادئ وقوانين كرة القدم، وجاء ذلك في خطاب النادي للاتحاد اليوم أن الحكم الذي أدار مباراة أمس يدير المباراة الرابعة للأهلي هذا الموسم والثانية خلال 12 يوم كابتن إبراهيم نور الدين، في حين أن الحكم المصنف رقم واحد لم تسند إليه إلا مباراة واحدة للأهلي، كما أن لجنة الحكام جاءت بالحكم الكرواتي إيفان بيبك لإدارة مباراة القمة بالرغم من استبعاده من حكام النخبة إيه
في اوروبا واستبعاده من قبل لجنه الحكام بالاتحاد السعودي بسبب اخطائه الفجه، وهو نفس الحكم الذي ادار مباراه الاهلي وبيراميدز الموسم الماضي واثارت قراراته غير الموفقه حينئذ جدلا كبيرا. وللاسف جاءت لجنه الحكام بالذات الحكم ليرتكب نفس الاخطاء في حق الاهلي والتي تخالف جميعها قانون كره القدم. ده بيان النادي الاهلي بالكامل فيما يتعلق بالحكام. والحقيقه انه اذا كان هناك تعقيب في هذه الجزئيه المتعلقه بالحكام او تحديدا حكم مباراه الامس، كابتن ابراهيم نور الدين واحد من الحكام اللي ما في مباراه يتواجد فيها الا وتشهد جدلا تحكيميا، ما فيش مباراه من بعد كورونا ادارها الكابتن ابراهيم نور الدين مشيت كده. مشيت كده، لا. لازم كل مباراة فيها وقفة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وفار ونار وقنابل ذرية وحاجات كتير جدا جدا. كابتن سمير عثمان امبارح كان أول خبير تحكيمي في اللقاء كان يعلن عن إنه النادي الأهلي له ركلة جزاء. كما إنه أيضا من الحكام اللي أو من الخبراء التحكيميين اللي لما رأى الكرة ديت قال إن هي فعلا من وجهة نظره كانت ضربة جزاء صحيحة للاتحاد السكندري. قرارات الكابتن إبراهيم نور الدين معرفش، أنا هقول لكم بصراحة، هقول لكم بصراحة وأتمنى إن ما حدش يزعل مني، يعني ما زعلش مني الكابتن إبراهيم، يعني لازم يا كابتن إبراهيم ما تديناش إحساس إن أنت نجم المباراة، معرفش إزاي. لازم المشهد ما تتصدروش انت، يعني انا بحس ان انا بشوف الكابتن ابراهيم نور الدين اكتر ما بشوف اللعيبه بتوع الفرقتين، انا بكلمكم بصراحه ما اعرفش ليه، يعني ما اعرفش ايه السبب ده، يعني بحس انه في دايما حاجه في موضوع في ازمه في المباريات، مش المباريات اللي طرفها اهلي او طرفها زمالك او اتحاد سكندري، في حاجه معينه لازم المباراه يقودها الكابتن ابراهيم نور الدين بسلاسه اكتر من كده. في مباريات كان عنده يعني عنده امور صائبه وامور ايضا كانت خاطئه. المباراه بتاعت امبارح كانت واحده من المباريات الحساسه لا ينكر احد ده، لانه الاهلي اذا كان انتهى اللقاء بمكسبه مثلا بفوزه كان النادي الاهلي احتفل ببطوله الدوري. مباراه صعبه ما هيش من المباريات السهله، الاتحاد السكندري فرقه تقيله عملت جيم كبير جدا قدام النادي الاهلي. فالفكره انه أنا مؤمن جدا بفكرة إنه الفار حققت نوعا كبيرا من العدالة، ولكن التطبيق برضو فيه حاجة، التطبيق برضو فيه حاجة، يعني ناخد وقت طويل جدا علشان نطبق، ناخد وقت. أنا بقى كده بتكلم بشكل عام دلوقتي على كل المباريات اللي أنا تقريبا بشوفها، وفي مباريات تحدي سلسة جدا. كنت بتفرج على ماتش مصر والمقصة ومصر زي السكينه في الزبده، زي السكينه في الحلاوه. الحقيقه حكم المباراه انا بس ناسي اسمه، الكابتن احمد جمال، برافو عليكم، انا ما شفتوش. واذا الحكم انا ما شفتوش، القاعده العامه دايما بتقول كده لكل الحكام الكبار، يقولك اذا انا ما شفتش الحكم فخلاص الدنيا ماشيه، الكوره ماشيه، مفيش تي تا تي تا 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 تي 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 تا. في مساحه ما بالالتحام، في مساحه ما ان انا اخد انا القرار، في مساحه ما بالحاجات اللي شبه كده. بص ده احمد جمال، بص 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 الراجل تحركاته عامله ازاي، هي دي بس خلاص كده، يعني انتوا جايبين لي الحته دي تحنسونا يعني ولا دي على طرف المعلقه ولا ايه؟ كمل يا جدع، بطلوا، ده انتوا بخله قوي. الحاجات اللي شبه كده ليه احنا بنعظمها ونعززها ونتكلم فيها؟ عشان حكامنا. الأندية هتعترض، هتفضل طول الوقت تعترض. كل نادي لازم يدور على حقه، لازم يدور على حقه، لأنه كل نادي، النادي الأهلي النهارده ضعف وراه جماهيره. وراه جماهيره، مش هيبقى راضي مثلا إنه زي ما الناس امبارح قالت، وده جزء من كرة القدم وقلتها وجمالها كمان، وجمالها وصعوبتها ومرارتها وحلاوتها، كل الحاجات اللي شبه كده في اللغط التحكيمي. بس أنا النهارده النادي الأهلي بيدافع عن حقه، طبيعي جدا، كان له ضربة جزاء امبارح. زي ما بيبقى فيه في اوقات كتير انديه تانية ليها حقوقها. فدي الجزئيه، حكامنا يشتغلوا، يتمرنوا، يتدربوا، يشتغلوا اكتر، يتمرنوا اكتر. نروح للزمالك، ملف نادي الزمالك اللي قلت لكم ان هو مفتوح بالنسبه لي خلال الوقت. لما تبقوا جاهزين يا شباب قولوا لي، عشان عايز استطلع اراء نجوم الزمالك في فيما حدث، رايهم ازاي. الاهلي بيوضح تفاصيل اصابه رامي ربيعه. رامي كان خرج بعد نهايه الشوط الاول،
طبيب الفريق قال انه ربيع اشتكى من شد في العضله الخلفيه، المدير الفني فايلر فضل اراحته عدم المغامره بيه، هيخضع ربيعه لاشعه غدا الثلاثاء لتحديد فتره غيابه عن المستطيل الاخضر. اليو ديانج ما عندوش اصابه، كان خرج لاسباب فنيه. نروح لبيراميدز، انتي تشاتيتش وكيله موجود في مصر بعد ما كتل الكلام على اقتراب رحيل الراجل عن بيراميدز. تشاتيتش عنده ماتش بكره مهم مع وادي دجله، صح كده؟ اذا كان في اي نتيجه سلبيه بالنسبه لبيراميدز اتخيل، وهو استنتاج الحقيقه اكتر منه معلومه، اتخيل انه بيراميدز لو اتغلب من وادي دجله انتي تشاتيتش مش هكمل مع الفرقه. دجله وبيراميدز صحيح انا قلتها. فاذا النتيجه ما طلعتش بمكسب بيراميدز على دجله، الراجل ده هيركب الطياره ويسافر. معاه لعيبه معاه اسماء كتير. فرمان طبي بيعيد عبد الله السعيد، عبد الله السعيد برضو كانت الفكره انه مش موجود في الفريق اللي بسبب الاصابه، لكن بعد ما تم الاعلان عن القائمه ما كانش فيه اسمه. جهاز قرر اضافه عبد الله السعيد وضمه للقائمه بعد اجتماع الجهاز الفني مع الجهاز الطبي لمعرفه مدى جاهزيه واحد من العناصر المهمه تقاله يعني عبد الله السعيد. طيب القائمه بقى بسرعه، مهدي سليمان، احمد دعدور، الدفاع عمر جابر، محمد حمدي، طارق طه، عبد الله بكري، ويلفرد كانون، احمد ايمن منصور، خط الوسط نبيل عماد دونجا، ايريك تراوري، محمد فتحي، احمد توفيق، محمد فاروق، ابراهيم حسن، ابراهيم عادل، ومحمود حماده، جون انتوي، ودودو الجباس. دي قائمه بيراميدز بالكامل. عطفا على اول الحلقه يمكن شرحنا كل التفاصيل وكل الكواليس اللي ليها علاقه برحيل كارتيرون عن نادي الزمالك، وهو الرحيل المفاجئ الصادم الكارثي بكل ما تحمله الكلمه من معنى في توقيت صعب جدا جدا بالنسبه لفرقه نادي الزمالك قبل البطوله الافريقيه وفي الدوري اللي فيه منافسات لعلاقه بضروره حفاظ الزمالك او انه الزمالك لازم يبقى موجود في المركز الثاني، لانه لو سابه هتحصل مشكله كبيره جدا ليها علاقه بالتاهل لدوري ابطال افريقيا. طيب الزمالك هيعمل ايه؟ الموقف دلوقتي يبقى عامل ازاي؟ نجوم نادي الزمالك هيجاوبوني على السؤال ده. انا معايا على التليفون كابتن طارق السيد. كابتن طارق مساء الفل واهلا وسهلا بيك. مساء الفل ابو خليل، اهلا وسهلا بيك. مبارك يا كابتن مصر. ربنا يخليك. تمام والله. طيب رايك ايه في الراجل وما قام به اليوم من فسخ التعاقد ودفع قيمه الشرط الجزائي اللي هي 250 الف دولار؟ كيف ترى الامر من وجهه نظرك؟ خيانه. كلام واضح وصريح، خيانه. انا شايف ان وقت صعب جدا. الراجل حقق بطولات مع نادي الزمالك، حقق بطولات مع نادي الزمالك. الراجل حافظ كل كبيره وصغيره في الفرقه دلوقتي، عارف مين فين وليه وازاي. فجاه يطلب الرحيل وقت صعب جدا، قبل شهر من قبل نهائي افريقيا. انا مش قادر يعني كلمه خيانه كلمه طبعا ثقيله شويه، انما هو يستحقها. يستحقها لان انت مش كل فرقه هتمسكها توصل معاها قبل نهائي افريقيا. فرصه ليك ان انت تحقق بطوله كبيره انت ما عرفتش تحققها قبل كده كمدير فني. وصل فيها قبل نهائي اعتقد، او ما اعرفش مع مزيمبي. وصل النهائي مع الاهلي، وهقول لك بالظبط مع مزيمبي وصل لايه. وصل النهائي طبعا مع النادي الاهلي وخسر قدام الترجي، وهقول لك مع مازيمبي بس، وخد البطوله وخد البطوله مع مازيمبي عشان بس انا برضو بستعمل عشان كده. بس ما نقولش ايه ما لا هو خد البطوله مع مازيمبي ووصل مع النادي الاهلي للنهائي. تمام. ولعب كاس عالم الانديه. لا هو مدرب كبير ما فيهاش كلام، يعني هو احنا مش هنقدر نغير كلامنا فيما يتعلق بسيرته الذاتيه. محدش يقدر يتكلم ان هو مدرب كبير وحقق نتائج كويسه وجيده جدا مع نادي الزمالك. فكره الكلمه اللي انا قلتها ان الوقت صعب جدا يا ابو زيد. لا وقت صعب جدا حقيقي. الوقت بالنسبه لنادي الزمالك وقت صعب، وحط مجلس اداره ومجتمع الكوره في النادي تحت ضغط كبير جدا جدا جدا. نادي الزمالك مليان بالنجوم، مدربين الاسماء الكبيره جدا اللي تقدر تتولى المسؤوليه دلوقتي. بس فكره الاداره الفنيه نفسها
وتعامل المدير الفني مع اللعيبه وقناعات المدرب باللعيبه نفسها الفتره اللي موجودين فيها دلوقتي، اكيد 100% كل مدرب بيبقى ليه ابراهيم وجهه نظره الفنيه في اللعيب، صحيح، رؤيته الفنيه في اللعيبه، قناعاته شخصيا باللعيبه، فدي ممكن تاثر بالسلب بشكل كبير جدا في الفتره القادمه. كابتن طارق يحيى اللي تولى المسؤوليه دلوقتي جاي في مهمه رسميه صعبه، انما واسم الكابتن طارق يحيى اسم كبير واسم محترم برضه، خد بالك هي برضه مهمه مؤقته بالنسبه للكابتن طارق، لانه ما اعلمه هو انه الزمالك يبحث عن مدير فني منذ اللحظه، يعني مدير فني اجنبي. ما عنديش اختلاف، بس هو الفكره في ايه؟ الفكره ان حتى وجود المدير الفني الاجنبي يا ابو خليل، اي مدير فني اجنبي يا ابو خليل لما بيجي حتى يعني هيجي يقعد شويه عبال ما يعرف راسها من رجليها الفرقه عامله ازاي. الله ينور عليك. شرط حتى لو هو مدرب اشتغل في مصر قبل كده وعارف حافظ الداتا اللي موجوده في مصر، انما ممكن يكون برضو ما اشتغلش مع اللعيبه دي، مش عارف امكانياتهم. طيب ولنفرض ان هو عارف امكانياتهم، ممكن يبقى عنده قناعات معينه بلعيبه معينه غير القناعات اللي موجوده كانت عند كالترون. فانت هتلعب في التشكيل بشكل معين، وده في بطوله افريقيا هيبقى صعب جدا جدا على فرقه نادي الزمالك، خاصه ان فيه اللي بيميز فريق الزمالك الفترة الأخيرة الاستقرار الفني للعيبة، إن اللعيبة الراجل عارف هو بيلعب بمين وبيلعب إزاي، وإمتى بيدفع بده وإمتى بيدي ده وإمتى بيريح اللعيب الفلاني وإمتى بيديله، الحاجات دي كلها حاجات مدرب حفظ اللعبة وحفظ الفرقة وحفظ كل حاجة. فلما يتغير ده دلوقتي أعتقد هيسبب سنة خلل فني، أتمنى إن ده ما يحصلش مع فرقة الزمالك، لان برضو اللعيبه اللي موجوده اسمائها كبيره وقادره انها هي اللي تتحكم في الموضوع. انما في الوقت الصعب ده لا، الموضوع مش سهل خالص، مش سهل بالنسبه لفرقه نادي الزمالك. الموضوع فيه كلام كتير، الموضوع انا مش قابله شكلا وموضوعا من مستر كارترون، خاصه ان انا سمعت ان مجلس اداره النادي ومستر مرتضى قعد مع كارترون وقدم له اكتر من عرض، وقدم له عرضين مهمين جدا بالنسبه لمستر كارترون، والكلام ما اتغيرش. زائد ان انت باصص لها فلوس، لو هو باصص لها فلوس، هو لو ربنا كرمه وخد بطوله افريقيا هياخد قد الفلوس دي مره تاني ومرتين وثلاثه، وبعدين انت مش لعيب على فكره، سمعه المدرب بتتاخد عليه، صحيح، انت لما بتيجي بتسيب في وقت صعب زي ده عشان تروح تاخد فلوس اكتر ما بتتحسب عليه. يعني مين نادي في مصر دلوقتي هيقبل يجيب كالترون في اي وقت في ظل الموقف اللي حصل ده؟ ومش في مصر بس، في اي حته تاني يعني هتتاخد عليه سمعته واسمه ان هو ممكن يسيب الفرقه في اي وقت عشان فلوس اكتر شويه. صحيح، موقف صعب، موقف صعب جدا. مش عارف هو حسبها ازاي بصراحه، انا مش عارف هو كمدير فني حسبها ازاي. انما في الاول وفي الاخر انا بقولها ابراهيم واضحه جدا، نادي الزمالك لا بيقف على لعيب ولا بيقف على مدرب ولا يقف على اي حد. صحيح، الزمالك اسمه اكبر من اي حد. نادي الزمالك زي ما عمل اسم كالترون وغيره يقدر يعمل اي مدير فني تاني، ويقدر يعمل اكتر من كده كمان. بشكرك شكرا جزيلا كابتن طارق، كابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك، وتعقيب مهم جدا على رحيل كارترون. على الجانب الاخر معايا على التليفون واحد ايضا من نجوم نادي الزمالك ومدربين نادي الزمالك، كابتن محمد صلاح. كابتن صلاح مساء الفل واهلا وسهلا بحضرتك. كابتن ابراهيم منور حبيبي، منور، منورك، ربنا يبارك في عمرك يا رب. رايك ايه النهارده في ما قام به كارترون من رحيل مفاجئ وفسخ للتعاقد ودفع لقيمه الشرط الجزائي؟ لا هو مش مفاجئ، هو بلغ النادي. مش مفاجئ ازاي يا كابتن؟ على حد، بص، على حد علمي وانا يعني خبره في الحاجات دي وانت عارفها، مفيش حد بيمشي بكره الا لما يكون متفق قبليها 3 4 ايام، ده اقل حاجه يعني. لا ده المعلومه، ده ثانيه واحده بس، ده المعلومه اللي عندي، والمعلومه المؤكده ان الراجل اخطر الزمالك امبارح الفجر او النهارده بقى الفجر انجاز يعني الساعه 2 فجر الثلاث. انه ايه حكايه الفجر يا ابراهيم؟ ما هو ده الجداول بتطلع الفجر بس المعلومه مؤكده، لان خد بالك من ثلاث ايام، من ثلاث ايام كان الراجل عنده ماتش مع الانتاج الحربي. بس قول لي برضو انت اللي بتقوله ده بناء على معلومه ولا استنتاج؟ اللي هو ان هو الراجل مبلغ من قبليها بثلاث اربع ايام. لا مش مبلغ، الراجل متفق
لا هو متفق، ما هو اكيد متفق بقاله كام يعني مش 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 متفق مع الفرقه اللي هيروحها يعني تقصد. واخد مثلا عشان يبقى في احترام في التعاقد، واخد الشرط الجزائي وراح النادي وقعد وقال للكابتن المستشار وكده. لكن هي دلوقتي لغه الفلوس هي اللي اعتقد بتطغى على المدربين. الا ما رحم ربي، عشان ما حدش يجي يقول لك مش كله يعني. وخاصة الأجانب، لا عرض كويس والأمور مش مستقرة في مصر، الدوري البطولة الأفريقية ما تتأجل، هو عقده يخلص إمتى، شرط جزائي إيه، فهو لقى حد يدفع الشرط الجزائي نمرة واحد، اتنين البطولة عمالة تتأجل، احتمالات وارد 50% ياخدها 50% لأ، فهو يمشي ويسيب سيرة كويسة كروية وفنية في نادي الزمالك. لكن أنا بقول لك في الأول وفي الآخر ده عدم احترام للتعاقد في ظل الاحتراف. انا اسف لو اقول كده طبعا، وممكن تحصل تحصل لاي حد، لكن اللي هو خفف الضغط او الحمل علينا ان هو اعتذر وانا مش قادر اكمل، لكن ايه الاسباب؟ ما قالش اسباب. ايا كان النادي اللي راح عنده، بس انا بقول للنادي اللي هو هيروح له ممكن يعمل فيه كده في اي وقت. الكلام اللي طالع ويعني يتم تداوله زي ما كنا بنقول ان هو السعوديه ونادي في السعوديه تحديدا التعاون، يعني بحسب الكلام اللي طالع، هل 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 ده وارد بنسبه كبيره انه يكون دافع لدى الانديه بعدم يعني التعاقد مع الراجل فيما هو قادم مستقبلا، ولا لا ده الراجل دفع الشرط الجزائي وطالما دفع الشرط الجزائي خلاص؟ لا لا صح. انت بص، هو اللي بيحكم بيه وبينك ايه؟ تعاقد او عقد. ايوه، عادي يقول في اللي بيمشي بيدفع. ايوه، الراجل دفع بكل احترام وادب عشان يسيب اسير، يسيب سيره كويسه لدى جماهير الزمالك وفي مصر. ولكن مش كل الانديه بتفكر كده يا ابراهيم، ان انا الراجل ده ساب الزمالك يبقى ممكن يشد في، ممكن يحصل طالما انت بتدي فلوس زياده وبتمشي ممكن تحصل لك. ماذا عن الزمالك بعد عصر كارترون؟ هل سيعاني ام لا؟ لا مش هيعاني. الحمد لله، يعني انت قدامك شهر دلوقتي في البطوله الافريقيه، وده اللي مخفف على الجماهير. اللي هيجي لازم ياخد الخريطه بتاعت، مش بتاع كاترون ككاترون، البلان اللي عامله في التدريب، العلاقه اللي بينه وبين اللعيبه، يفهم اللعيبه بسرعه، ما عندناش وقت، التجارب تقل شويه عشان انت داخل على طوره. ايوه، المصابين يرجعوا عشان يرجع الزمالك بقوته اللي كانت في شهر فبراير اللي فات. صحيح، لكن هتيجي تبدا من جديد، وده طبعا هيبقى عبء على الجهاز المصري اذا كان هو جاي لوحده. ان استاذ مرتضى قال لو جيب بناس وهيجوا، لكن لازم يبقى في حد مصري يعلم الناس دي او يقول لها السي في بتاع كل لعيب. صحيح، والجهاز الطبي يستعد جدا لتحضير المصابين، لان انت داخل على معركه كرويه اطرافها ثلاث فرق، كل واحد يرغب انه ياخد البطوله الافريقيه. ده حقيقي، فلازم الزمالك يستعد كويس بالطريقه الجديده اللي المدرب جاي بيها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن صلاح انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبتمنى لحضرتك كل التوفيق، وايضا راي من الاراء المهمه جدا فيما يتعلق بالزمالك بعد كارترون. هروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيفي وضيف حضراتكم نجم النادي الاهلي كابتن محمد عامر، هيكون ضيفنا بعد الفاصل، وحوار مهم جدا في كل التفاصيل الكرويه لعل اهمها وابرزها طبعا هو الطريقه اللي رحل بيها النهارده كارترون بتفاصيلها بكواليسها بكل ما فيها. خليكم معانا بعد الفاصل. جدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني، وكلام مهم جدا مع شخصيه من الشخصيات المحترمه جدا جدا، المدربين الجامدين واللاعبين، واحد من اللاعبين كمان السابقين اللي عملوا بصمه محترمه مع النادي الاهلي، ومن المدربين كمان اللي ليهم
بصمه تدريبيه محترمه. انا بتكلم على كابتن محمد عامر اللي مشرفنا النهارده ومنورنا. كابتن عامر اهلا وسهلا بحضرتك وحشنا كتير جدا. اهلا بيك يا ابراهيم. اخبار حضرتك ايه؟ والله الحمد لله. الكاجوال يليق بك. الشغل برضو حلو شيك. مش هينفع تعدى عليك انت طول عمرك شيك يا ابراهيم. لا يا كابتن والله ما شاء الله عليك. ربنا يحميك ويحفظك دايما يا كابتن عامر. عندنا اسئله كتير وعندنا تفاصيل كتير بس كالعاده نبتدي بالتقرير ومن بعده ندردش مع حضرتك. اتفضل. يلا بينا. اتفضل. طيب قبل ما اتكلم معاك يا كابتن عامر فيما يتعلق بمسيره النادي الاهلي، الشغل الشاغل دلوقتي للشارع الكروي بشكل عام وايضا الشارع الزملكاوي هو رحيل باتريس كارتيرون بعد ما فسخ تعاقده مع الفريق. بتشوف ابعاد ده ايه على الفريق ونتائجه هتبقى عامله ازاي؟ عواقبه يعني. هو طبعا العقد شريعه المتعاقدين. انت عملت معاه عقد و انا بتكلم في الناحيه القانونيه. ايوه عملت معاه عقد وفي شرط جزائي ولو دفعت الشرط الجزائي امشي. هو عمل كده لانه طبعا جاله فرصه كبيره. واضح ان فرصه مش كبيره، ده كبيره قوي. عشان يكون ان هو يتصل برئيس النادي الفجر ويجتمع معاه، ورئيس النادي حتى متمسك بيه وعرض عليه فرص وهو مصمم، يبقى اذا العرض كبير اللي جاي له كبير جدا. يا اما في حاجه غلط، يا اما في امور تانية احنا مش عارفينها يعني. لكن هو ساب الفريق في وقت صعب جدا. هو طبعا يعني هضم فريق نادي الزمالك. صحيح. عرف ازاي اول واخر حافظ خلاص يمشي الفريق ازاي تكتيكيا وفنيا وبدنيا وكل شيء. والفريق داخل على بطولة افريقيا، فطبعا يعني فيها عدم احترام بصراحة. فيها عدم احترام. انا شايف ان فيها عدم احترام. يعني انا نفسي ما يعني كان وانا شغال في التدريب كان بيجي لي عروض وانا ماسك وبيجي لي اضعاف ما انا هاخد. دايما الاغراءات بتيجي وانت ماسك فرقه من انا الفرقة. يعني الله يرحمه سيد متولي دوت في المصري طلبني 5 مرات من المصري، وكنت حاكس كل مره انا بقى موجود. والمبلغ اللي بيعرضه عليا كبير جدا. وهدفع لك شرط الجزاء وتيجي وكل حاجه. اقول له انا لو سبت الناس دول وجيت لك هاجي عشان اسيبك. ما انا انت بتديني اكتر، لو في حد هيديني اكتر لكن انا مش كده يعني. انا بحترم نفسي وبحترم اسمي. رغم انك ممكن تستخدم الشرط الجزائي. هو ما هو العقد مكتوبه تدفع الشرط الجزائي تدفع تمشي. انت ما حدش هيعاقبك في حاجه. وده اللي حصل مع كارترون. فطبعا الوقت اللي هو ماشي فيه وقت صعب. صعب جدا. على نادي الزمالك، ونادي الزمالك فريق محترم، فريق جيد. هو حسبها ازاي؟ هل الحسبة المادية ممكن تخليه ياخد القرار ده، ولا حسبة ليها علاقة بانه خلاص انا الزمالك داخل على بطولة افريقيا فاحسبها حسبة انه انا ساب الفرقة في السيمي فاينل، ساب الفرقة في المركز الثاني فانا تمام. دي حسابات يعني في الوردة في اذهان يحسبها في بهذا الشكل. وممكن مع فروقاتنا بقى احنا واحد بيحب الفلوس يعني برضو خلي بالك. زي موضوع رمضان صبحي جاي له 100 مليون وهياخد في النادي الاهلي مثلا 20 ولا 30 مليون ولا 40 مليون فرق 60 مليون. فطبعا هو يعني في فروقات بين الناس في وفي واحد يقول لك لا انا بشتري مكان يعني انا اروح النادي الاهلي زي ما انا روحت النادي الاهلي قبل كده. انا كان قدامي فرصه انا اروح السعوديه مع كابتن عبد الصالح رحمه الله يرحمه نادي الشباب وهاخد فلوس قد كده، لكن انا فضلت اروح النادي الاهلي. النادي الاهلي فيه استمراريه لاسمك وشهرتك ومكانتك. حسبتك الخاصه كانت كده. كل واحد بيحسبها. أيوة. من وجهه نظره. انا قلت ان انا لما هبقى في النادي الاهلي هبقى لعيب مشهور. اما بطل هيبقى في ليا استمراريه في التدريب. انا باخد خيط من النادي الاهلي. انا لعيب النادي الاهلي. انا مدرب من النادي الاهلي. ودي معروفه لكل الناس. صحيح. وكل الناس تعرف. صحيح.
انا بحسبها كده. في غيري بيقول لي لا، انا بيقول لا انا مستقبلي وانا هعمل ايه بالنادي الاهلي والفلوس هي اللي هتنفعني والكلام ده كله. ففي فروقات بين الناس في التفكير وفي وجهة النظر. هو حسبها بقى يعني، ممكن يكون حسبها ان هو راجل مادي يعني ماديا، وممكن يكون حسبها زي ما حضرتك قلت كده ان يعني الدوري راح وانا موصل فرقه نادي الزمالك للسيمي فاينال والعرض اللي جالي عرض ما يتفوتش. وبعدين انا مش ضامن ان نادي الزمالك ياخد البطوله. طب ما انا اسيبهم كده، يبقى انا شكل حلو وفي نفس الوقت استفدت بالعرض اللي هو جاي لي. فهو حسبها كده. طيب الزمالك هيعمل ايه بعد الرحيل ده؟ جاب جهاز فني بقياده كابتن طارق يحيى، مع كابتن مدحت عبد الهادي، مع كابتن امير عبد العزيز، مع كابتن ايمن عبد العزيز، مع كابتن عمرو عبد السلام مدرب الحراس، وهيكملوا الفتره دي لحد ما يبقى فيه مدير فني اجنبي خلال الفتره ديت يتم التعاقد معاه. من وجهه نظرك شايف الموقف ازاي بالنسبه لفرقه نادي الزمالك، الفرقه اللعيبه بقى نفسهم؟ انا كنت قبل الهواء سمعت كلام طارق السيد، كلامه محترم جدا، وقال ان كل مدرب فعلا بيبقى ليه قناعات بلعيبه معينه. وكابتن طارق يحيى مدرب كبير يعني، مدرب كويس ومدرب معروف باسمه، وانا عارف ان هو ممكن يعني برضه مش هيجي يغير التغيير اللي هو يفشكل بيه الفرقه، لا هيبقى عارف حافظ على النسق اكتر، حافظ على الفرقه اكتر، هيحافظ شويه لغايه لما يبقى عنده وجهه نظر في تغيير في واحد او اتنين في التيم بيحيدوا له الحاجه اللي هو عاوزها. يعني لو حضرتك دلوقتي كابتن عامر اللي بتتولى المهمه الفنيه لنادي الزمالك، وانت عينك مثلا على الفرقه، فلنفترض يعني، فلنفترض مع فرضيه انه انت من ابناء نادي الزمالك، بنغير الوضعيه شويه، هتعمل ايه؟ هتفكر ازاي انك تحط بصمتك من دلوقتي، ولا انك لا هتمشي الفرقه زي ما كانت ماشيه مع المدير الفني السابق كارتيرون، وواحده واحده تبتدي تحط التاتش هو بتاعتك؟ لازم واحده واحده. ما ينفعش تيجي تغير وانت في وسط الموسم وشغال وفي هارموني بين ال 11 لعيب اللي في الملعب. يعني الانسجام اللي موجود بين اللعيبه دي ما تهدوش. لان الفرقه ماشيه كويس، انت ممكن تبقى في تغيير في حته الالتزام شويه لنص الملعب، التزام شويه مثلا لواحد كان يعني بيأدي دوره الهجومي اكتر من دوره الدفاعي، تحط تاتشات خفيفه في جوه التكتيكيه جوه التيم، بحيث ان انت ما لكن تغيير 5-6 وانا مش مقتنع بده ومقتنع بده والكلام ده كله، ده صعب في الوقت في هذا الوقت. الا بقى لما بتخش في سنه جديده وتبقى انت مثلا عارف ان ده هيفيدك عن ده، فانت بتبدا تحط تشكيلك وتحط توظف اللعيبه في الاماكن اللي انت عاوزها عشان تديك النتيجه اللي انت بترجوها. ايهما افضل من وجهه نظر حضرتك، ان يستمر الجهاز الفني بقياده الكابتن طارق يحيى لحد ما يلعب بطوله افريقيا، ولا زي ما الزمالك دلوقتي ما بيفكر واحنا سامعين انه الزمالك هيجيب مدير فني اجنبي وانه دي فتره مؤقته بالنسبه للكابتن طارق يحيى؟ هل هو لو جاب مدير فني اجنبي هيلحق يعني يربط بسرعه ويلحم مع الفرقه؟ انا مش مع مدرب اجنبي في هذا الوقت. صعب. المدرب الاجنبي اللي هيجي مش عارف اللعيبه، مش عارف اللعيب المصري شكله ايه، مش عارف الاجواء المصريه شكلها ايه، لكن كابتن طارق يحيى عايش معانا، عايش مع الفرقه بتاعته، راجل يعني عارف مين اللي بيلعب ومين اللي ما بيلعبش، واعتقد ان هو مش يعني الحل الامثل ان هو طارق يحيى يفضل لغايه بطولة افريقيا، لغاية يكمل الموسم ويروح بيها لبطولة افريقيا. ده من وجهة نظرك الافضل. طيب الجزئيات بقى اللي بتبقى ليها علاقة باللعيبة، مثلا اللي انا عارفه اللي انا متأكد منه ان اللعيبة النهاردة كانت متضايقة جدا، دي معلومة يعني. أكيد. اما متضايقه ان الراجل سابهم يعني على حين غره زي ما بيتقال كده، على غفله، وفي نفس الوقت كمان ما كانش فيه توديع للعيبه، ما قعدش معاهم، اللي هو مش بشكركم على الفتره اللي فاتت، حاجات شبه كده. هل ده ممكن يخلق دافع لدى اللعيبه اكتر، تحدي اكتر، انه لا احنا مش هنقف على مدرب، احنا فرقه الزمالك واحنا لعيبه الزمالك واحنا ورانا الجمهور في ظهرنا، وايا ما يكون مين المدرب احنا هنشتغل، ولا ده ممكن يكسر شويه من الحماس عندهم؟ يعني بحكم قرب حضرتك من اللعيبه
في في في, في توقيتات كتير جدا بحكم وجود حضرتك كلاعب في فتره من فترات ومدرب. في اللعيبه بتفكر ازاي دلوقتي؟ في حالتين، لو هو لو هو يعني ما وضحهمش وقعد وقال لهم الظروف اللي هو ماشي بيها، لا ما وضحهمش، ما وضحهمش، ما وضحهمش. لو اللعيبه عندها خلفيه ان المدرب ده مشي بسبب رئيس النادي مثلا او بسبب مضايقات من المجلس الاداره او كده، ده هيأثر على اللعيبه سلبيا ونفسيا جدا في مع طارق يحيى، لان ارتباط اللعيبه بالمدرب، اذا شعروا ان الاداره كانت هي السبب في رحيل، لو شعروا بحاجه زي دي، لو هو لو السبب كده، احنا مش عارفين السبب، ماشي، لو السبب كده ممكن يأثر على ادائهم في الملعب نفسيا، لان ارتباط اللعيبه بالمدرب ده مهم جدا. يعني ممكن اللعيبه بتبقى بتحب المدرب، اما المدرب لو ما خلاش اللعيبه تحبه وتلعب عشانه وعشان النادي طبعا انتمائهم الاول والاخير للنادي، ده ممكن يأثر سلبيا على ادائهم في الملعب ونفسيا، وما يستمروش بشكل جيد مع طريقه. طيب لكن لو هم لو هو ماشي وباع الدنيا، ما هو كده، هو ماشي بايع، بايع اللعيبه كمان وبايع الدنيا كلها عشان خاطر الماديات، ده ممكن يدي حافز جامد جدا ودافع للعيبه ان احنا نادي الزمالك واحنا لعيبه نادي الزمالك، ومش هيفرق معانا مدرب، مش هيفرق معانا اي شيء، وهنأدي بشكل كبير، وممكن يكون دافع كبير جدا ان هم ياخدوا بطوله افريقيا. دوافع تختلف على حسب طريقه أكيد. الرحيل. طيب عندك اي تعقيب في الجزئيه بتاعت الزمالك دي؟ خلاص عشان هروح لجزئيه اخرى. لا هي كده بس، يعني هي كده بس. طيب صراع المركز الثاني ورغبه نادي الزمالك انه يحافظ على المركز الثاني تتاثر اكيد ولا؟ عشان طبعا هي دوري ابطال، دوري ابطال افريقيا طبعا لازم يحافظ على دي، لان نادي الزمالك بيلعب على المركز الاول، يعني النادي الاهلي ونادي الزمالك بيلعب على المركز الاول، ما فيش حاجه اسمها المركز الثاني. كون بقى ان فريق بيتفوق على فريق بياخد البطوله والتاني ما بياخدش، يبقى على الاقل بيحافظ على 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 مكانته في البطوله الافريقيه. تقييمك ايه لكارتيرون بشكل عام كان؟ لا مدرب كويس جدا، مدرب كويس جدا، وهو يعني استمراريته في نادي الزمالك ودعم الاداره ليه ده يعني ده حاجه كبيره جدا، وانا انا 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 بحترم الاداره اللي بتدعم مدربها. يعني انا بحترم محمد مصلحي لما بيدعم كابتن طلعت يوسف وبيتكلم عليه بشكل جيد جدا، والراجل دوت بيشتغل بشكل اداري في احترافيه كبيره جدا، بدليل ان هو عنده انا معلش خرجت عن الموضوع، بس لا هي امور متعلقه ببعض، كله احنا بنتكلم في الكوره، بيشتغل باحترافيه جدا في ادارته، بدليل ان هو عنده فرقه السله دايما بتاخد البطوله. هو طبعا لو حط دماغه كويس قوي في فرقه الكوره، وانا عارف ان هي صعبه عليه، لان الكوره ميزانيتها لازم تبقى كبيره شويه، وهو طبعا بيجاهد في الموضوع ده، فدعم الاداره للمدرب ده مهم جدا. وانا شايف ان المستشار مرتضى منصور كان مدعم الراجل ده كويس جدا، ويعني حتى يعني في حاجاته السابقه لما كان مدرب بيغلط كان بيطلع ما بيستناهوش، صحيح. كان بيلطش فيه على طول، ده يعني مديله كل الدعم ومسانده ومؤيده جدا، بدليل ان هو يعني بيقول اغلب المدربين اللي كانوا بيمشوا في نادي الزمالك كانوا بيمشوا حتى كمان عندهم مشاكل معلنه، الناس يكون عنده مشكله معلنه، مشكله مع ليها علاقه بالاداره، انما رحيل الراجل ده تحديدا واضحه صراحه ان ليها علاقه بالمدرب، واضحه منه هو من المدرب نفسه، وفي تمسك من قدم له عرضين وقدم له عرضين عشان يقعد، يعني بيغريه كمان عشان يقعد، يعني في تأييد منه من الاداره جامد جدا ليه، لكن هو طبعا هو في حاجه بقى في دماغه تانية، يعني صحيح. لسه مستمرين مع حضراتكم، لسه مستمرين مع كابتننا الكابتن محمد عامر، هنروح لفاصل وبعد الفاصل كلامنا مستمر معاكم.
طيب من الزمالك بقى اروح للنادي الاهلي. الاهلي خلاص كان المفروض في الماتش اللي فات ده قدام الاتحاد السكندري اذا كان فاز كان يتوج ببطولة الدوري. الاتحاد السكندري عمل مباراة قوية جدا، المباراة انتهت بالتعادل، هي مسألة وقت ليس أكثر، والنادي الأهلي يحسم بطولة الدوري. كيف تقيم أداء النادي الأهلي حتى الآن مع فايلر؟ والله طبعا هو بعد الكورونا في تغيير، في يعني فايلر قبل الكورونا غير فايلر بعد الكورونا. ممكن في ظروف ما ساعدتوش، إن طبعا الكورونا دي برضو أثرت على لياقة اللعيبة، وفي لعيبة كتيرة طبعا أو كل اللعيبة كانوا بيتمرنوا أونلاين زي ما بيقولوا، وحصل بقى أنها في ضغط في المباريات. أيوة. فضغط المباريات دوت خلاه يعمل الروتيشن بتاعه عشان يريح اللعيبة، ويبقى اللعيبة بكفاءة كبيرة في كل المباريات. صحيح. بنفس الكفاءة. لكن طبعا الروتيشن ده برضو جاء على المستوى وعلى النتائج. يعني الأداء، أنا يعني أنا كنت قاعد مع حضرتك أنا قبل الكورونا تقريبا في في في, في مرة من المرات. أي. وكنت بشيد بأدائه وبأداء اللعيبة وفي كتيم ورك في الملعب، وبالشكل التكتيكي والشكل والريتم المباراه في على مدار 90 دقيقه عالي جدا. لكن بعد الكورونا حسيت ان هو يعني برضو في تغييراته بقى كان يعني مش مظبوط. اغلب بقى عنده مشكله في 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 كل خطوطه، يعني مشكله في القلب. دي مشاكل ليها علاقه بالاصابات، ليها علاقه بالاستبعادات، ليها علاقه بالاجهاد، ولا بتشوفها ازاي؟ ممكن انت 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 لما انت انت انت, انت, انت فرقه بتلعب على بطوله لازم يبقى عندك دكه جامده جدا. يعني لو ما تشيل واحد من السردباكين لازم تنزل واحد بنفس الكفاءه. انت عندك مشكله، عندك مشكله في القلب، عندك مشكله في نص الملعب برضو. عندك سبب هي المشكله دي؟ ممكن بقى تكون اصابات. يعني انا مش عايش مع لكن ممكن تبقى في اصابات. اللياقه البدنيه وقعت منهم في الفتره بتاعت الكورونا، عشان كده الانسجام مش يعني اتفقت شويه، بسبب ان انت كل شويه بتغير واحد في نص الملعب، واحد في الفرود، واحد ورا او اتنين ورا، فدي برضو ادت لاهتزاز الموضوع. لكن انا عاوز اقول ان معرفش، انا حاسس ان في حاجه بتاجل تتويج النادي الاهلي للبطوله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان يعني تحس النادي الاهلي مضغوط بقاله خمس ست ماتشات. كان مفروض ان هو ياخد البطوله من 3-4 ماتشات فاتوا. مضغوط من الحكام حسابيا، ما كانش ينفع ياخدها قبل 3-4 ماتشات. حسابيا 3-4 ماتشات حسابيا، كان هو من ماتش الاتحاد اول ماتش له لو خلص يفوز. يعني يعني في حصل درون قبل كده مع الانتاج. يعني هدي بنط كانت تقرب المسافات مهدر. يعني قبل الاتحاد بماتشين ممكن كان ياخدوا البطوله. يعني في بنط ضاعت من الدرونات. الحكام معرفش هو في توجيهات ولا حاجه ولا ايه للحكام انهم ياخروا البطوله. مش عايزين النادي الاهلي يعمل ريكورد انه ياخد البطوله قبلها بفتره كبيره. انا مش عارف، لان يعني انت حاسس كده؟ انا حاسس كده. انا حاسس ان في قرارات عكسيه كتيره قوي. في تعمد في ال مش عايز اقول تعمد، لان انا حاسس ملهاش معنى غير تعمد. ما انا بقول لك انا ده احساس. لكن ممكن يكون احساس مش مظبوط. لكن يعني مثلا في الكره اللي بتاعت احمد فتحي، ما انت برضو خلي بالك كحكم، انت اتكلمت على ابراهيم نور الدين في 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 برضه. هو ابراهيم نور الدين ده حكم كويس، بس هو في عيب انه على طول بيتكلم وبيشد مع اللعيبه. الكلام ده بيطلع اللعيبه عن تركيزها وبيشد اللعيبه. انت ليك، انت معاك كارت اصفر، كارت احمر، صفاره.
انت ليه تتشحن مع وعندك ابتسامه تمتص بيها غضب اللعيب اللي قدامك. لو انت بتاخد قدامه قرار صعب على اللعيب في ابتسامه تمتص الكلام ده. لكن اللي حصل مع احمد فتحي يعني احمد فتحي نفسه ولد مؤدب جدا ومحترم كان حتى بيتكلم معاه بكل ادب يعني المنظر العام انا مش عارف طبعا الحديث شكله ايه لكن المنظر العام ان احمد فتحي ما بيتكلم بشكل مؤدب جدا. اطرد في كوره هو المفروض اللعيب اللي نزل بدماغه دوت الاقرب للكوره رجليه ولا دماغه ده نزل تحت عشان يلعبها بدماغه واحمد فتحي الطبيعي انه هو بيشيلها برجليه لانها تحت عند رجليه. خد انذار في كارت احمر في كارت احمر وضرب جزاء برضو كل ده هز النادي الاهلي. ولعبت 10 وانت عاوز تحتفل بالبطوله. يعني في حاجات كده انا مش عارف ليه طب على مدار تاريخ حضرتك التدريبي او تاريخك في كره القدم كلاعب يعني كان ده بيحصل؟ الحكام ممكن يتعمدوا ان هم يخلوا فرقه ما تكسبش؟ والله كان بيحصل. والله كان بيحصل. طب ما تحكي لي موقف من المواقف دول. لا انا مش متذكر الموقف من المواقف بس كنا بنحس ساعات في ماتشات ان يعني بيبقى باين تعنت الحكم مع فرقه من الفرق. لكن احنا كان ايامنا احنا كنا بنكسب اي حد. احنا يعني انا لعبت 10 سنين في النادي الاهلي خدت سبع دوري وسته كاس وخمسه افريقيا. ايه؟ يعني ما لا كان بيهمنا حكم ولا كان بيهمنا بفضل الله يعني كنا 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 جامدين بصراحه كنا جيل جامد. على مدار حياتي يعني احنا 10 سنين يا كابتن سبعة منهم دوري سبعة دوري وستة كاس وخمسة افريقيا. ما كانش في حد بيكسب حاجة غيركم ولا ايه؟ نعم ما كانش في حد بيكسب حاجة غيركم؟ ايوه ما هو ارجع هات التاريخ وانت تعرف. الجيل بتاعنا جيل كان جيل جامد. الجيل بتاعنا مش النادي الاهلي بس الزمالك كان في تيم قوي جدا طه بصري وفاروق جعفر وحسن شحاته يعني اما تعدهم تلاقيهم قامات كبيره جدا. صحيح. المنصوره كان فيها لعيبه جامده جدا كان في 8 في المنتخب من المنصوره. جيلين كانوا جامدين جدا جيل ابو تريكه وجيلنا وجيلكم. الجيل اللي في النص ده كان يعني اغلبه مش جامد جدا لكن فيهم لعيبه جامده جدا. مش ما كان الكم الجامد جدا كان قليل. صحيح. مين قادر على حسم بطوله افريقيا؟ اهلي زمالك رجاء وداد؟ والله الاربعه قادرين بس اللي بيوصل سيمي فاينل ما وصلش اعتباطا بالحظ. لو وصل بمجهود وبعرق الأربعة قادرين يعني ما تقدرش تقول مين هياخدوا البطولة. صحيح. روح للفصل الأخير وبعد الفصل نرجع على السبورة. تمام. يلا بينا. طيب لان يعني لدينا فريق عمل وفريق اعداد مجتهد جدا جدا علشان نوصل برضو لكل التفصيله وكل الكواليس علشان نرضي حضراتكم في موضوع كارتيرون. خلينا اقول لكم ان كارتيرون يغادر مصر في تمام الساعه 2 صباحا يعني بعد دقائق متجها الى فرنسا. هذه المعلومه مؤكده. باتريس كارتيرون يطير في طائرة تنطلق في تمام الساعة 2 صباحا يعني بعد دقائق متجهة من القاهرة إلى فرنسا ومن بعدها سيكون على ما يبدو انطلاقة كارتيرون في مرحلته المقبلة وبالتالي العودة أو الطيران
مش على بلد من البلدان اللي احنا بنتكلم عليها، سواء كان الكلام اللي بيتقال انه ممكن يكون التعاون السعودي، او على الاقل في الفتره دي التعاون السعودي او الامارات او الصين، ايا من الـ يعني الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها هي من فرنسا، هو هيروح لفرنسا ومن بعد فرنسا قد يكون تحركه. انما الاولى ان احنا نقول لحضراتكم المعلومه ان الراجل اتجه مباشره من بعد احداث اليوم الى فرنسا في تمام الساعه الثانيه كمان دقائق، هيبقى بيطير من مصر الى فرنسا. جاهز للسبوره؟ جاهزين. يلا بينا كابتن عامر. كارتيرون سيؤثر على الزمالك فنيا في دوري الابطال بعد رحيله؟ ايوه. الفلوس أصبحت التفكير الأول للمدربين واللاعبين؟ أيوه أيوه. اللاعب أصبح يحصل على أضعاف ما يحصل عليه مدربه في الدوري وهذا يضعف المدرب؟ أيوه. مش طبيعي إن اللاعب يحصل أكتر من المدرب ولا؟ لا لا مش طبيعي؟ المدرب اللي بيقود 30 لعيب آه لابد إن هو ياخد أكتر من اللعيب. إزاي؟ أنا أيوة. مش كريستيانو رونالدو عمر ما المدرب ياخد اكتر منه، ميسي عمر ما المدرب ياخد منه، نيمار عمر ما المدرب اكتر منه. لا في نجوم الفرق في الدوري المصري في مدربين كبار بياخدوا ارقام كبيره جدا اكتر من اللعيبه. هو الفرضيه كده انه نعم؟ اكتر الفرضيه كده انه المفروض الا لو كان هناك عندك بقى بعض النجوم اللي يعني بتتخطى هذا الخط يعني. اللي بعده، اتمنى العوده والعمل بالنادي الاهلي. نعم ام لا؟ نعم. اشتقت؟ ها طبعا، النادي الاهلي بيتي وانا تحت امره في اي وقت. عظيم. اللي بعده، رحيل اكرامي وعاشور وفتحي ورمضان لن يؤثر على الاهلي؟ لن يؤثر. لن يؤثر. نعم يعني طبعا هم لعيبه وتربوا في النادي ولعيبه كويسه جدا، لكن طبعا رحيلهم ياما لعيبه رحلت والنادي الاهلي ما تاثرش. اللي بعده، رمضان صبحي يستطيع قاده بيراميدز للتتويج بالدوري؟ نعم ام لا؟ لا لا، مش صعب. رمضان صبحي لوحده اللي هيقود بيراميدز لله، لابد ان يبقى فيه 11 رمضان صبحي. 11 رمضان صبحي. اه طب وبيراميدز عنده 11 رمضان صبحي؟ لا ما عندوش 11 رمضان صبحي. ما يقدرش يفوز ببطولة الدوري الموسم الجاي؟ لا يقدر لو في عنده مقاومات البطولة. يقدر. ايه مقاومات البطولة؟ مقاومات البطولة اولا لعيبة 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 كويسة جدا، مدرب كويس، دكة قوية، عشان يوصل لان هو يبقى زي الاهلي والزمالك عاوز فترة طويلة. اللي بعده، طاهر محمد طاهر يستطيع تعويض رحيل رمضان صبحي؟ نعم ام لا؟ هو طبيعه اللعب الاثنين مختلفه شويه. رمضان صبحي من اللعيبه اللي بيحط الكره تحت رجليه وبيقدر انه بيتصرف، لكن طاهر محمد طاهر سبرينتر على الجول اكتر من رمضان صبحي، لكن اعتقد ان هو هيبقى مفيد للنادي الاهلي. اللي بعده، كهربا سيكون مفيد للاهلي فنيا الفتره المقبله؟ نعم. ايوه نعم. انا قلت مع حضرتك المره اللي فاتت وعلى السبوره ان من الصفقات اللي النادي الاهلي ندم عليها هو كهربا لاعصابه المنفلته. لا، لكن سيكون مفيدا. نعم ولا لا؟ هيكون مفيدا. هيكون مفيدا. هيكون مفيدا لانه انا شفته اخر ماتش فعلا كهربا عاوز يثبت نفسه من جديد. اللي بعده، صالح جمعة يستحق المشاركة أساسيا مع فايلر؟ لا لا. الأهلي يحتاج لضم محمد إبراهيم؟ محمد إبراهيم الزمالك بقى في المقص دلوقتي عامل شغل جامد. والله محمد ابراهيم من اللعيبه الجامده جدا جدا، وفعلا وجوده في النادي الاهلي ممكن يفيد النادي الاهلي. نعم. اللي بعده، كنت اطلق على صلاح ميسي مصر وهو تدرب معي في المقاولون؟ ايوه. نعم. اللي
الاختيارات الانسب للزمالك حتى نهايه دوري الابطال، الابقاء على طارق يحيى، التعاقد مع مدرب اجنبي، التعاقد مع مدرب مصري اخر؟ الابقاء على طارق يحيى. الابقاء على طارق. الاقرب للقب دوري ابطال افريقيا اهلي زمالك فريق مغربي؟ الاهلي ان شاء الله. اللي بعده، المدير الفني المصري الافضل في الدوري المصري حتى الان، عماد النحاس، ايهاب جلال، طلعت يوسف او اي اسم رابع؟ عماد النحاس. عماد النحاس، لان ايهاب جلال شفناه وهو لازال مدرب قدير. طلعت يوسف من المدربين خبرتهم عاليه جدا جدا جدا، واعتقد ان هو لو استمر في الاتحاد السنين الجايه ممكن ياخد بطوله. اللي بعده، الاهلي محتاج ايه؟ مدافع ولا خط وسط ولا مهاجم؟ الثلاثه. الثلاثه. لاعب بتتمنى رؤيته بقميص الاهلي، يوسف البلايلي، باهر المحمدي، رجب بكار؟ البلايلي. البلايلي. الفريق اللي بيمتلك اللاعبين الافضل في مصر مين؟ اهلي، بيراميدز، الزمالك؟ الاهلي وبعدين الزمالك. الاهلي وبعدين الزمالك، واخر حاجه بيراميدز. بيراميدز. صحيح. كابتن عامر، يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. حلقتنا خلصت بسرعه، ولكننا دايما بنشرف بحضرتك ودايما بنسعد بيك، انت قيمه وقامه وشخصيه محترمه جدا وعزيزه علينا. الله يبارك فيك. والله انا ببقى يعني ببقى مبسوط جدا وانا جاي لك. ربنا يخليك لينا. يعني وبشوف القبول اللي عندك من الناس كلها يعني عليك، فحاجه جميله جدا، وانا ببقى سعيد لما ببقى معاك يا ابراهيم. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل. نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله في نفس الميعاد. صباح الف خير. السلام عليكم.